مساء الخير لكل مشاهدي برنامج سرخة، ومساء المسيح ليكم. حلقة جديدة 8 أغسطس 2024، الموعد ونلتقي، وكل الأحداث والمستجدات الجديدة كالعادة بتمنى من حضراتكم تدعوا أصدقائكم عشان نكون متواصلين أولا، ولو حصل أي حاجة زي ما احنا متعودين من حبايبنا الحلوين تبقوا شايفيننا لايف. أرجوكم أدعو الأصدقاء. أولا كل سنة وحضراتكم بألف ألف ألف خير يا رب، وصحة وسعادة وسلام بمناسبة صوم أم النور العذراء مريم اللي بدأ امبارح، وعدها إن شاء الله بإذن ربنا يوم 22. وأنا ليه بقول التواريخ؟ لكني بقول يعني عشان خاطر في شخصية المفروض ان هو مشهور ورجل كبير ويعني من كبار القوم في الدولة، بتستضيفه القنوات الفضائية في كل مجالاتها عشان يتكلم. ولما يكون هو بالشخصية الكبيرة دي ويقول معلومات غلط يبقى عيب على حضرتك قوي يا دكتور وسيم، بقول بالاسم اهو. سئل على قناة فضائية عن صيام العذراء وامتى بيبدأ وامتى بينتهي وهل الاكل فيه ايه ومش عارف ايه وليه 15 يوم وهكذا. يعني كانت اسئلة حلوة ان الاخر يعرف حاجة عننا، زي ما احنا بنعرف كتير جدا عنكم بحكم الاجبار في الدراسه. لكن هو سئل عن العذراء مريم وفي وسط كلامه غلط كتير قوي، اخطاء المفروض الطفل الصغير يعرفها، يعرف ان عيد العذراء يوم 22 مش يوم 21، ثابت ما بيتغيرش. مش هنقول مثلا زي اي حاجه تانية بتتحسب، لا ده هو ثابت من يوم 7 ليوم 22 عيد العذراء مريم يوم 22 أغسطس، ده ثابت. الغلطة التانية اللي قالها المذيع، سألوا يعني ليه بتصوموا صيام للعذراء، قال لأن توما الرسول كان في الهند بيبشر والعذراء ظهرت له في الهند. دي معلومة مش صح. فأتمنى من الناس اللي هي المفروض إنها كبيرة وشخصية ومرموقة ومعروفة ومشهورة والكلام ده كله، لما تقول معلومة دينية لو هي عارفة المعلومة واثقة منها تقولها، مش عارفة المعلومة ومتشككة فيها ما تقولهاش. لأن العذراء ما ظهرت لهوش في الهند، ده وهو راجع من التبشير من الهند الى اورشليم شاف الملائكه حامله روح العذراء مريم وجسدها وطلع بها السماء. فهي ربنا سمح له انه يشوف الرؤيه دي، لان توما بطبيعته كان شكاك. حتى هو الدكتور وسيم بيقول ان انا بطبيعتي من تلامذه توما الرسول، لان هو كان بيشكك في كل حاجه في السيد المسيح، وانا كمان بشكك، فطوبى لمن امن ولم يرى. يا دكتور توما الرسول لما شاف السيد المسيح بعد القيامه قال له ايه اللي انا يعني مش متاكد ان هو ده المسيح، فالسيد المسيح قال له هات اصبعك وحط صبعك مكان المسامير وحط صبعك مكان الحربه اللي في جنبي عشان تصدق يا توما ان انا السيد الرب. ف توما صدق لما لمس جسد السيد المسيح وجروحه، فعشان كده هو متشكك. فالسيد المسيح قال له طوبى لمن آمن ولم يرى، انت صدقت لما لمست ولما شفت بعينك، لكن اللي آمن من غير ما يشوف طوباه، يا فرحته يا بخته. المهم دي رسالتي للدكتور وسيم، ما تقولش كلام حضرتك ما انتش واثق منه، واتمنى تصحح بعض معلوماتك الاول. اول حاجه في الحلقه اهني طلاب الثانويه العامه
واقول لهم للي نجحوا سواء بتفوق او حتى نجاح الف 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 مبروك، والناس اللي خانهم التفوق او الحظ او النجاح ما تزعلش وما تحزنش، ما فيش حاجة تستاهل. صحيح سنة من عمرك بتضيع، بس قدامك فرصة تانية ان انت تذاكر وتنجح. واعتقد ناس كتير جدا مقدرة ان انقطاع الكهرباء اللي ربنا يسامحهم الفشلة هم السبب في ضياع سنة من عمرك، مش انت ممكن تكون السبب، ان انت كنت بتذاكر بس النور ما كانش بيسعفك، الحر كان حر جدا، ما فيش مراوح، ما فيش كهرباء، فالفشلة هم السبب، يعتبر جزء. مش هقول ان انت هم السبب 100%، لا، لان ممكن برضو يكونوا هم عامل من ضمن العوامل. فهارد لك للي ربنا ما سمحش بنجاحه السنة دي، ومبروك للي نجحوا جدا. وبمناسبة النجاح، قد ايه فعلا بأمانة، لو نفسي أصرخ أصرخ، لو نفسي أوصل صوتي بصرختي حاليا بأمانة ربنا هعمل كده. كلكم فاكرين الحلقة اللي فاتت موضوع توماس، المفروض ان الحلقة كانت الخميس، والموضوع كان يوم الخميس وامتحانه كان يوم الاثنين، ففي جمعة وسبت. الجمعة طبعا اجازة، انا مش متأكدة السبت بيبقى اجازة ولا مش اجازة، ما عنديش معلومة عشان ما اكدبش، لكن ما كانش قدامه غير جمعة وسبت وحد وهيمتحن الاثنين. كتبت لوالدته على اساس اطمن عليه، للأسف الشديد طبعا الكلام ده كان يوم الجمعة، فلا يا ربي كان السبت، ف حاولت اسال عليه ايه اخر اخباره، عامل ايه، فقالت لي بالظبط كده، وانا اسفه لان هي قفلت صفحتها، فانا ما اخدتش منها الاذن ان انا احكي اللي هي حصل، بس من حزني على اللي حصل، من حزني على اللي قريته منها واللي سمعته منها، هو اللي بيخليني ان انا اقول دلوقتي اللي حصل. قالت لي لابس اسود على طول، بيبكي على طول، احنا عارفين ان هو كفيف ويتيم ومريض. لو اخواتنا المسلمين بيقولوا لاي حد بيحبه، انا ما بحبش ادعي على حد، بس لو انتوا بتقولوا، اتمنى من كل مسلم يقول على المسؤولين الاثنين اللي هي مديرة المدرسة ورئيسة الكنترول، لو انتوا بتحاسبينه زي ما بتقولوها حاسبينه عليهم الاتنين دول، الاتنين دول بالذات. انا هقول منك لله انت وهي، من كل قلبي منك لله انت وهي، ربنا يتصرف فيكوا بمعرفته، ربنا يتصرف فيكوا بمعرفته، هو اللي قادر عليكم. لو انتوا ظلمة ومفتريين وعندكم الجبروت اللي في سلطتكم ان انتوا تعملوا في طفل زي كده، تبقى انتوا يعني انا مش بدعي عليكم، بس هو اللي يتصرف، هو اللي يتصرف فيكم، لانه انتوا فعلا شياطين واخدين صورة انسان، بمعنى كلمة شياطين، ان ولد يبقى متفوق بالشكل ده، متفوق ليه حق في الدولة ان هو ياخد لجنة رأفة وانت تمنعيها، كان ناجح في رياضة وانتم مسقطينه ودرجاته ومراجعة الورق هي اللي اديته الحق ان درجاته ترتفع، مادة العلوم ليها 4 درجات من الدولة، مش جباية منكم، مش عطف منكم ولا رحمة منكم، من الدولة، من قانون لجنة الرأفة ان هو ياخد 4 درجات، وانتوا الاثنين يا شياطين ما تردوش ان انتوا تدوله الدرجتين اللي هو مستحقهم انه عشان ينجح، لكن تصروا على سقوطه عشان تاخدوا فلوس منكم لله، بجد بقلبي حزين، منكم لله، لانكم دمرتوا طفل. لما يقعد يبكي عشان خاطر حاسس
انه اتدمر، ان اصحابه اللي اقل منه ناجحين وهو ساقط، لما يكون كان بيحب التعليم لدرجه ان هو متفوق ودلوقتي يقول لوالدته انا بقيت اكره التعليم ومش هتعلم تاني ومش عايزه اروح المدرسه ومش همتحن، يبقى لو ده انا بعتبره امن دوله، لان امن الطفوله امن تدمير نفسيه طفل. انا لو شايفه ان في محامي محترم فعلا محترم مهما كان هو مين يرفع قضيه على الاتنين دول اللي اسمهم زينب والهام اللي هي مديره المدرسه، وانا بقول الاسامي اهو، مديره المدرسه ومديره الكنترول، ان الاتنين دول دمروا طفل، اتمنى الاقي واحد محامي بالشكل ده. انا مش عارفه بصراحه، هي طبعا مامته كتبت لي شويه الحاجات دول، قلت لها لازم تقنعيه، قالت لي لغايه دلوقتي ما حدش رد عليا، قلت لها لازم تقنعيني يروح الامتحان، لازم قالت لي رافض يروح الامتحان. قلت لها حاولي بقدر الامكان تقولي له يا حبيبي انت متفوق، انت شاطر، انت هتنجح، انت انت انت، اقنعيني يروح، قالت لي رافض تماما. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش فعلا راح، لان بعدها صفحتها غالبا اتقفلت، هي ما عملتليش بلوك لكن صفحتها غالبا اتقفلت، ما بقتش تستقبل مني اي حاجه، فغالبا قفلت صفحتها. ما اعرفش راح الامتحان ولا ما راحش، ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع غير اللي حصل ده، هل راح ولا ما راحش. اتمنى يكون راح وان شاء الله ينجح. الغريبه او الوحش حسب ما عرفت منها ان الملحق ما بيمتحنش في كتاب الترم الثاني فقط، بيمتحن في كتاب الترم الاول والثاني، فلما يمتحن في كتابين في خلال يومين اللي هو السبت والحد عشان يروح يمتحن الاثنين، يبقى من كل الله كمان مره. انا مش قادره افهم لو الصرخه فعلا وصلت للرئيس، دول بعاد عن المحاكمه عشان ياخدوا فلوس يصرفوها على عيالكم، هتصرفوها على عيالكم يا حراميه بالحرام بالسرقه، عشان تسقطوا عيل طفل تسقطوه عشان تاخدوا انتوا فلوس؟ مش قادره افهم ازاي كل الاستاف ده اللي هيكسب من ورا طفل واحد يتعمل له امتحان طفل واحد، يعني لو اقول مثلا 4 5 10 عندهم ملاحق اقول اه هياخدوا مكافآت وحوافز لانهم هيتعبوا، مع 10 لكن ده واحد واحد بس يتعمل له لجنه كنترول ومصححين ومراقبين ويتبع برايل من القاهره ويجي لسوهاج و و و كل ده عشان بني ادم؟ من كل الله كمان مره، من كل الله. من كل الله كمان مرة. طيب ده بالنسبة لتوماس واللي حصل. حد من بجد أنا بفرح جدا جدا لما بلاقي حد من السادة المشاهدين متفاعل مع الموضوع وبيبقى عنده خبرة ويقول الخبرة، لأن طبعا أنا مش مدرسة وجهلة بخبرة المدرسين وقوانينهم، وبعت لي وبشكر حضرتك جدا يا استاذ عماد، انا مش هقول الاسم التاني والتالت، بس كتب لي واعتقد ان هو واحد من المدرسين او المسؤولين عن الكنترول، كتب لي على المخالفات القانونيه اللي في موضوع توماس. مخالفه قانونيه رقم واحد ان يكون الكنترول شهاده مرحليه داخل المدرسه اللي هي شهاده الاعداديه، توماس في اعداديه، فده مخالفه ان الكنترول يبقى جوه المدرسه من نفس نوع التعليم اللي هو المكفوفين، يبقى في نفس المكان او نفس نوع المرحله. نمره 2 ممنوع نهائيا ان يشارك في التصحيح مدرسين نفس المدرسه ولا يجوز لهم الاقتراب من باب الكنترول. دي كانت واقفه فوق دماغه. سامع يا توماس؟ كلهم هينجحوا او كلكم هتنجحوا ما عدا واحد بس. سامع يا توماس؟
نمرة ثلاثة أن يكون رئيس الكنترول من غير العاملين بنفس نوعية التعليم في نفس المرحلة. لا دي كانت هي من نفس نوع من ده ده ده. معرفة اسم الطالب أو التعرف عليه ممنوع في الشهادات. هذا يعني أن رئيسة الغرفة السرية تواطأت اللي هي الحاجة والحاجة وكشف الرقم السري للعلن دون خوف من حرمان من أعمال الامتحانات أو الإيقاف عن العمل دون اعتبار للمحافظ أو الوزير. من المستحيل أن يكون رئيس الكنترول هو نفس، لا هم مش هو هي رئيس الكنترول حاجة يا أستاذ عماد ومدير المدرسة حاجة تانية. من المستحيل أن يكون رئيس الكنترول هو نفس مدير المدرسة. هذا هو بجاحة القانونية في الموضوع ده، يعني بجاحة. يبدو أن المديرة تم تعيينها بالمحسوبية والاستقواء بمن عينوها، يعني هي ضربة الحيطة ولا هممها أي شيء لأنها مسنودة على حد اللي هو السبب في تعيينها. رئاسة الكنترول بالقاهرة هي المختصة بالمخالفات السابقة عن أعمال الامتحانات، أما مخالفتها كمديرة مدرسة اختصاص المحافظ فقط إما بالنقل أو الإيقاف عن العمل. ده حد باعت، يعني أشكره جدا جدا إن هو بيصحح المعلومات وبيوضح لنا المخالفات. رسالة لحد من بعت لي برضه ان هو قرا الكتاب المقدس وعنده استعداد انه يقبل المسيح، فبيقول لي ارشديني اعمل ايه. انا عارفه ان في مصرنا الحبيبه ده صعب جدا جدا، واي كاهن مثلا، انا بوري لحضراتكم يا اخواتنا يا حلوين، لما بيكون واحد عايز يحول من البوذيه للمسيحيه، المسيحيه بتبقى على العين قوي ان لو واحد جالها. يا سلام، مين اللي عمدك؟ رحت فين؟ جيت منين؟ رحت الدير؟ رحت كنيسه؟ مش عارف ايه؟ ويبقى كان الدنيا قامت قيامتها. وطبعا العكس صحيح، منتهى السهوله لاي حد تاني. فاللي بعت لي بدون ذكر اسمه بيقول لي انا قريت الكتاب المقدس واقتنعت جدا بالمسيحيه، فارشديني اعمل ايه؟ انا عارفه او اي ارشاد هقوله لحضرتك وانت في مصر هنا الحبيبه صعب جدا لكن مش مستحيلة. حاول تشوف حد تعرفه تثق فيه يوصلك لكنيسة تكون قادرة على العمل ده، مع انه بيبقى في السر للأسف، يعني مع ان الدستور بيعطي الحق بحرية الديانة، ولكم دينكم ولي ديني، المفروض يعني المفروض بس كده وكده يعني. فأتمنى ان انت تلاقي الطريق اللي حد يوصلك لأي أب كاهن يكون بيعمل كده، لكن أنا صدقني مش في استطاعتي إن أنا أقول لك تعمل إيه وما تعملش إيه، لأن أنا أصلا ما أعرفش معلومات عن حضرتك بالقدر الكافي. في شخص تاني اسمه الأستاذ عاطف، والكلام ده كتير قوي بقى مش حلو إن أنا أقوله كل حلقة. حضرتك بعد بتقولي إن أنا عندي مشكلة صعب جدا جدا تحملها لأي بشر ولا يقوى عليها البشر، وكلام كتير قوي، ومع ذلك يعني انت بتوضح لي ان عند حضرتك مشكلة كبيرة جدا، ومع ذلك بالرغم ان انا قلت كذا حلقة ورا بعض اهو، انت مش قايل لي ايه هي المشكلة اصلا. يعني حضرتك بتقولي ان انا عندي مشكلة صعبة جدا ولا يقوى عليها البشر على تحملها. طب ايه هي المشكلة يا استاذ عاطف؟ انا مش هقول اسمك. ايه هي المشكلة؟ ما انا قلت الاسبوع اللي فات واللي قبله، من فضلك اكتب لي المشكلة او سجلها بصوتك لو مش بتحب الكتابة، لان في ناس ما بتحبش الكتابة، ولو الموضوع طويل سجلها بصوتك وانا هقرا او هسمع وهرد على حضرتك اقدر اعمل معاك ايه. في اكتر من كده تاني؟ كل حلقة اهو، لو ما سمعتهاش الحلقة اللي فاتت ولا اللي قبله بقولها لحضرتك تاني. ما ينفعش تقول لي انا عندي مشكلة وما تقوليش ايه هي المشكلة، ما ينفعش. ارجوكم أرجوكم كمان مرة. تيتا صباح أشكرك جدا، أنا بقول لحضرتك باسمك لأني فعلا أنا كتبت لك، اسمحي لي إن أنا أقول اسمك. بشكرك من كل قلبي على كلماتك الجميلة، وحضرتك عينة من ضمن عينات كثيرة جدا، بشكركم بجد على
تحملكم ليا ولضعفاتي وكلماتكم الجميلة اللي بتسندني، وبجد بجد أنا محتاجة صلواتكم، مش هقول لكم أكتر من كده. طيب، واحد من ضمن يعني سامحوني في الحاجات دي، واحد بيقول لي ايه بعد رحيل اسماعيل هنية، طبعا احنا هنتكلم على اسماعيل هنية دلوقتي، لا يوجد قائد يحل مكانه وسيكون بينهم حروب عشان الفلوس. ان انا قلت كده يعني. اطمني، اقري التاريخ. عندما استشهد احمد ياسين استلم بعده عبد العزيز الرنتيسي، وعندما استشهد عبد العزيز الرنتيسي استلم بعده سعيد صيام، وبعده استشهد سعيد صيام وكتب لي بقيه الاسامي. اطمني، فلسطين ولاده، يذهب القائد وياتي قائد المهم. الغل اللي في قلبك تجاه هؤلاء الكوكبه الشهداء الذين ضحوا بارواحهم لكي تاتي الاجيال القادمه تعيش بحريه على ارضها، يعني الاجيال القادمه هم دول كلهم، هو قصده كده، استشهدوا عشان الاجيال القادمه تعيش بحريه على ارضها. طب انا بسال حضرتك بدون ذكر اسمك، ولا تحب اقول اسمك؟ اسم حضرتك اوله ميم، ام يو، ام يو. ايه اللي خلى اسماعيل هنيه انفرد بغزه؟ ليه القياده السياسيه بقت في حاجة اسمها قيادة في الضفة الغربية وقيادة في غزة؟ ليه؟ ليه اسماعيل هنية انفرد بالحكم في غزة؟ ليه؟ هو كان رئيس وزراء ولا كان مش عارفة ايه، وكان مكون الحكومة لما نجحوا، لما قلنا الكلام في الحلقة اللي فاتت. يعني اذا واخد وضعه، هو بقى انفرد واعطى يعني اخد غزة بقوة السلاح وبقوة اللي حواليه الإرهابيين اللي حواليه. ليه؟ ليه؟ ده يا ريت حضرتك تقول لي. ليه محمود عباس أمام العالم كله هو رئيس فلسطين، والحاج ابن هنية كان رئيس غزة، كأن غزة دي دولة لوحدها؟ برضه ليه؟ يا ريت حضرتك تبقى تجاوبني. ليه أصبحوا حكومتين؟ حكومة هناك وحكومة هنا. المعترف بها دولين محمود عباس طبعًا. فعلا من 48 وحضراتك، حضرتك يعني وامثالك، لسه عندكم امل ان الاجيال القادمه هتعيش في فلسطين بحريه. الامل مش وحش، ابشرك الامل مش وحش، بس انا هقول لك حاجه بسيطه قوي اسالها لنفسك. من 48 يعني اكتر من 70 سنه اسرائيل بتبني في بلدها او في البلد اللي هي خلاص عايشه فيها. اللي المفروض حواليك حاجه دلوقتي، واحد مسلم شاهد شاهد من اهلها بيقول ايه؟ مسلم مش مسيحي ولا يهودي، مسلم بيقول ايه عن اسرائيل وعن فلسطين. لكن السؤال، هل تفتكر حضرتك ان اسرائيل بعد اللي عملته، اولا اسرائيل واخده كام جايزه نوبل؟ اختراعاتها ايه؟ وصلت لحد التكنولوجي ايه؟ وصلت للعالمية في ايه؟ حاجات كتيرة جدا 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 قارن بيها حماس والضفة الاتنين مع بعض. شوف دول وصلوا لفين، وشوف دول حالهم بقى ايه. بس الاهم من ده كله، مش ده المهم عندي، تفتكر اسرائيل بعد اللي عملته في اراضيها دي والعمار اللي شيدته وكل اللي هي فيها دولة، أنا جبت عرضت يا ريتني جبتها المرة دي كمان، إسرائيل أول ما بدأت في 48 كان شكلها إيه، وإسرائيل حاليا بقت شكلها إيه؟ بس هل تفتكر إسرائيل هتيجي تقدم لكم أرضها ومبانيها وحكومتها وزرعها وي 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 على طبق من ألماظ، وتقول لكم خدوا أرض فلسطين أهي، هي طبعا مش أرض فلسطين، خدوا أرض فلسطين أهي وارجعوا عيشوا فيها بحرية أنتم والأجيال القادمة، وإحنا هنرجع للشتات تاني، هنشتت في كل دولة شوية؟ تفتكر إسرائيل هتعمل كده؟ اسأل نفسك بس السؤال ده.
إسرائيل ممكن يجي عليها اليوم إنها تسيب أرض الموعد اللي هم معتقدين حتى الآن إن هم أولاد الموعد، هيسيبوا أرض الموعد وهيكل سليمان اللي بيحلموا إنهم يرجعوه، هيسيبوا كل ده عشان خاطر جمال عيونكم ويقولوا لكم خدوا الأرض أهي وخدوا كل اللي احنا تعبنا فيه وبنيناه وكوناه والتقدم اللي احنا بقينا فيه، خدوه يلا عيشوا فيه بحرية وسلام واحنا هنرجع نشتت تاني؟ هيحصل؟ انتوا بقالكوا اكتر من 70 سنة نفس اللبانة، نفس التكرار، ان انتوا هتعيشوا في ارض فلسطين وهتحرروها من العدو الصهيوني. دي الجملة اللي كل واحد فيكم بيقولها، بس السؤال هتقدروا؟ هما هيرضوا يعملوا كده؟ لا، وإلا كان من أول حاجة. عارف ليه؟ لأن واحد زي إسماعيل هنية، السنوار، اللي يهمهم اللي هما فيه، ما يهمهمش الأرض، ما يهمهمش الوطن، لأن هما بيدافعوش عن وطن، لأن هما يعرفوش وطن، لأن اللي هم بيعملوه باسم الدين. وأنا شرحتها قبل كده ووريتكم ميثاق حماس، كلها الدولة الإسلامية كلها دينية وليست أرض وطن، لكن كل اللي يهمهم الإسلام. الميثاق بتاعه كده، أنا عرضته ميثاق حماس كده. فطول ما انتم يعني متكلمين باسم الدين فانتوا فشل. لو هتفضلوا متمسكين بهذا الميثاق كله دين دين، جماعة الإسلامية اللي مش عارفة ايه، الجناح العسكري الإسلامي، القائد صلاح، مش عارفة ايه، كل الأسماء اللي انتوا بتقولوها دي كلها حاجات تحت اسم الدين الإسلامي، عشان كده عمركم ما هتنجح، لانكم ما بتدافعوش عن وطن ولا عايزين استرجاع وطن، انتوا عايزين استرجاع الاسلام، وده مش هيحصل. الواحد تعب منكم وتعب من الكلام فيكم، امتى هتتعدلوا؟ حاضر، خلاص كده الجزء الاساسي في الموضوع خلص. هوريكم من ضمن الحاجات اللي انتوا متميزين بيها جدا، يعني مش هتلاقوا حد يهودي ومش هتلاقوا حد بوذي ولا هندوسي وطبعا ولا مسيحي بيشمت في الموت زيكم. تعالوا شوفوا الصورة دي كده. الأربعة المنتجين اللي ماتوا في حادثة، في الأربعة مع بعض دول، مصرع أربع منتجين شاركوا في إنتاج مسلسل الاختيار الذي حاول تشويه حافظ القرآن محمد مرسي وتلميع النظام الانقلابي. حافظ القرآن، ها؟ الأربعة دول أي حد عباد الحجر حتى هيقول لو ما بيعرفوش ربنا، بيقول الله يرحمهم، الله يرحمهم. أي يعني إنسانيا إن أنت تقول الله يرحم. لكن الحلوين أصحاب القلوب الرحيمة المحبين للإنسانية شمتانين في موت دول، لأنهم هم اللي عملوا مسلسل الاختيار، اللي مسلسل الاختيار كشف المستور عن بلويهم وإرهابهم ودمويتهم وقتلوا وسفاحين وكل حاجة كل حاجة، لكن اللي يهمهم فقط هو حافظ القرآن محمد مرسي، حافظ القرآن. طب انت بتؤمن ان الله منتقم جبار، هم ماتوا في حادثة، المسلسل بقاله قد ايه؟ المسلسل كم جزء؟ بقاله كم سنة؟ لو هو ربنا عايز يعاقبهم يا عيني يا حرام، عشان ان هم شوهوا الحج مرسي، الشيخ مرسي شوهوا حافظ القرآن، فكان انتقم منهم من أول جزء، من أول ما خلص المسلسل أو من أول ما بدأ المسلسل، حتى في الجزء الأول ما كانوش عملوا الجزء الثاني، ما كانوش عملوا أو
او حتى الجزء الاول اول ما اتذاع والناس شافته وعرفت يا عيني يا حرام ان المسلسل بيشوه حافظ القران محمد مرسي، كان ربنا انتقم منهم في ساعتها على طول، وكان بقى عبره هم بقى موتهم كانوا بقوا عبره لاي حد اخر ممكن يشوه اخر حافظ للقران اخر فيبقى يقف عند حده بقى وما يكملش في التشويه ويبقى كده عبره للناس. اوعوا تقربوا من حفظة القران والا ربنا هيعمل فيكم زي ما عمل في المنتجين دول. الا ربنا ما عملش كده، لان ربنا مش منتقم جبار، ربنا في حساب وعدل وفي يوم حساب. كل واحد فيكم يا يعني شمتانين في الموت بالشكل ده، واقروا بقى التعليقات بتاعتهم هما اللي تحت الفظاعه والقلب الاسود اللي في التعليقات، اقروا بقى قايلين ايه على الاربعه دول وقايلين عملوا فيهم. اللهم اللهم اللهم. يخس. في حد اخر ممكن يكون عنده القلب الاسود ده زيكم؟ مستحيل 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 يا رب مستحيل، صدقوني. طيب انا مش عارفه، عايزه حد من اخواتنا المحامين يقول لي هل فعلا في حاجه في القانون عندنا القانون المصري يعاقب رافع العلم لغير مصرنا الحبيبه يرفع اي علم اخر؟ ده على صفحه الازهر علم فلسطين شالوا علم مصر، هو اصلا ما كانش محطوط، لفوا الازهر بعلم فلسطين والصفحه الرسميه للازهر الشريف وعلم فلسطين. هل القانون المصري لم يعاقب الازهر ولا الازهر فوق الكل لا يعاقبه احد؟ هل مسموح ان انا ارفع علم غير علم بلدي؟ يعني هل الكاتدرائية ممكن ترفع علم مثلا مثلا أمريكا فوق الكاتدرائية جوه مصر؟ جوه مصر زي ما الأزهر عامل دلوقتي. لإمتى الأزهر هيبقى فوق الكل؟ لإمتى الأزهر لا يعاقبه أحد؟ في بلاوي كتيرة قوي 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 في الأزهر ولم يعاقب عليه، ولم يعاقب عليه. لإمتى؟ وليه القانون لو في فعلا قانون ما يقدرش يحاكم شيخ الأزهر؟ لأن العلم ده مش هترفع بدون موافقة شيخ الأزهر، أو مش هيتحط على الصفحة لو في حد مسؤول عن الصفحة بيديرها صفحة الأزهر على مواقع السوشيال ميديا، فاللي ده هيحصل مش هيحصل إلا بموافقة شيخ الأزهر. طب إذا شيخ الأزهر موافق، طب هل ممكن حد يقول له كده يا شيخ الازهر عيب خلي عندك دم ما ينفعش ترفع علم غير علم مصر؟ يا عم ده انت بتاكل وبتشرب وعايش على ارضها، عايز تدافع عن فلسطين اتكلم قول عبر برايك، لكن العلم بالذات لا، العلم بالذات ما يترفعش غير علم بلدك. حواريك يا شيخ الازهر، يا ترى ده يسعدك ولا يحزنك؟ لو انت مصري اصيل اللي بيجري في عروقك دم مصري تحزن وتخجل من اللي انت بتعمله، لو انت مش مصري اصيل واللي بيجري في دمك مش دم مصري هتبقى فرحان وعادي. هوريها لك دلوقتي. ده بالنسبة للعالم. هوريكم برضو حاجات مفرحة دلوقتي. بصوا الخبر ده وركزوا قوي في التاريخ، قوي قوي في التاريخ. شيكات بدون رصيد، القبض على اسلام البحيري. الخبر بتاريخ كام؟ 4 اغسطس. مهم جدا جدا التاريخ. انا قلت لحضراتكم قبل كده انا بقف عند حاجات معينه. 4 اغسطس. شوف بقيه الباقي بتاع الموضوع. تفاصيل وكواليس اتهام سيدة لإسلام البحيري بالنصب عليها. وكانت سيدة أجنبية حررت محضرا ضد مين؟
المفكر والباحث اسلام البحيري، مش اي حد، المفكر والباحث. انا بقف عند حتت معينه. المفكر والباحث اسلام البحيري تتهم فيها بالنصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ 300,000 درهم اماراتي بعدما اوهمها باستثمارها في البورصه. وقررت السيده، طبعا سيبكم من اللي في النص، وقررت السيده انها حولت له المبلغ المطلوب منذ عامين، من سنتين ادته 300,000، وحينها حرر لها شيكا بقيمه 1,445,000 جنيه مصري طبعا، كنوع من الضمان مقابل ال 300,000 درهم. خلاص، طوال العامين دول هي ما خدتش ارباح. واضافت محرره المحضر ان البحيري كان يتهرب من رد اموالها، فقررت صرف الشيك اللي هو ب1,045,000. وعندما اتجهت الى البنك فوجئت بعدم وجود رصيد في حسابه، مما دفعها لتحرير محضر ضده. جميل قوي، لغايه كده اجراءات قانونيه سليمه. حيث عادت السيده امام الاجهزه الامنيه في الجيزه، يعني جت مصر، هي اماراتيه لكن جت مصر بعد ما حررت المحضر. وقالت ايه بقى؟ وقررت بان الشخص المشكوك في حقه ليس المفكر والباحث المعروف اسلام البحيري، وان هناك تشابه اسماء في الواقعه. وكان اسلام البحيري عضو مجلس امناء مؤسسه تكوين الفكر العربي. رجعنا لفين بقى؟ لمؤسسه تكوين. تشابه اسامي امتى؟ يوم 4 اغسطس من 4 ايام. هي قالت ده تشابه اسامي، يعني كل اللي فات ده كله انت ما كنتيش عارفه ان هو المفكر الاسلامي اسلام البحيري والباحث، ما كنتيش عارفه ان هو ده اللي انت بعتيله يعني هقول افتراضا ان هي ان هما ما تقابلوش، افتراضا، مع ان واحده زي دي المفروض ما تديش مبلغ زي ده لواحد الا ما تكون قعدت معاه وشافته وعرفت هو مين، ومبلغ زي ده مش قليل، وكمان اخد وده في الاتفاقيه هتديني الارباح ازاي، في عقد بينهم ولا مفيش، واتيفر اللي حصل. لكن اقل حاجه عقلانيه انها تكون شافته. هفترض ان ده ما حصلش وكل ده كان اونلاين تليفون، ما سمعتيش صوته؟ يعني اتفقتي معاه ازاي ان انت هتدي له 300,000 بالتليفون؟ طيب لو كلمتيه كله كتابه، يعني لو اونلاين كله كتابه من غير ما تسمعي صوته، عرفتي منين ان ده اسلام البحيري المفكر والباحث ولا مش هو؟ يا قابلتي يا كلمتي. فلا هذا حصل ولا ده ذاك حصل. هفترض ان ده ما حصلش، بعد ما تعملي المحضر تقولي تشابه اسامي؟ يبقى الموضوع مش مبلوع. ما ينفعش بعد ده كله اقول تشابه اسامي، لازم تكوني قابلتيه، لازم تكوني شفتيه، لازم اي حاجه. بس الغريبه ان اسلام البحيري فعلا اتقبض عليه. اسلام البحيري المفكر الباحث الاسلامي، مش صاحب الاسم المتشابه، يعني ما اتقبضش على اللي هي المفروض ادته. لان هي دلوقتي بتقول تشابه اسامي، يبقى مش اسلام البحيري المفكر هو اللي خد الفلوس، فالمفروض الدوله تجيب اللي خد الفلوس وهو ده اللي تقبض عليه. لكن قبض على ده اسلام البحيري المفكر ليه؟ موضوع مبلوع. فاهمين قصدي ولا اجيبها ببلاطه؟ يعني نكشف المستور اكتر، نشوف الخبر اللي بعد عشان تعرف. 300,000 درهم، بص ده بتاريخ كام بقى؟ 29. سيده تكشف مفاجاه في اتهام اسلام البحيري بالنصب عليه. ده يوم 29، يعني السيده دي اللي ادته ال 300,000 يوم 29، يوم 29 كمان مره هي اللي قالت ان اسلام البحيري نصب عليها. طب نشوف بقيه الخبر.
هي دي. كشفت السيدة الأجنبية التي اتهمت إسلام بحرب بالنص، أنا جايبة الخبرين هما همهم ليه؟ عشان التاريخ بالذات، عشان التاريخ، 1 يوم 29 1 يوم 4. يعني هي قالت إن هو تشابه أسامي اللي أنا حاطة 3 خطوط عليها ده يوم 29، ومع ذلك هو تشابه أسامي أهو يوم 29، ومع ذلك يوم 4 يقبضوا عليه. يعني هي عرفت خلاص ان هو تشابه اسامي يوم 29 واقرت ان هو تشابه اسامي وليس هو الشخص المشكوك في حقه، اقبض عليه يوم 4؟ طب ما هي الدوله عرفت ان هو تشابه اسامي خلاص يوم 29، اقبض عليه يوم 4 تاني؟ يبقى اذا الدوله متعمده القبض على المفكر الاسلامي اسلام البحيري بس، لان مش هو اللي خد ال 300,000 ومع ذلك اتقبض عليه، واتقبض عليه بعد كشفهم ان مش هو. هي دي النقطه اللي انا واقف عندها. يمكن حضراتكم ممكن تقروا الخبر وما تبلعوهوش زي، لا تبلعوه عادي، اتقبض عليه ومش عارف ايه وتشابه اسامي، لكن لا ده 29 تشابه الاسامي اتكشف و4 قبضوا عليه. طب ما انت عارف انه مش هو، ما انت عارف انه في تشابه اسامي، ما انت عارف انه ما خدش فلوس، بتقبض عليه؟ يبقى انت عايز تقبض عليه عشان ايه؟ مركز تكوين كده. خلاص كده الموضوع اتكشف، المستور بتاعه. ندخل في الحاج اسماعيل هنيه. اول صوره لاسماعيل هنيه، وده الحارس اللي مات معاه. طبعا انا ما ينفعش اقول استشهد، ولا اسماعيل هنيه شهيد ولا ده شهيد، ده ممكن شهيد بالتبعيه، يعني هو وظيفته ان هو يبقى الحارس بتاع ده، فانت صدقني لوظيفتك انا ممكن اعتبرك شهيد فقط لا غير. الله يرحمك ويرحمه، هو انتوا في ايدين ربنا دلوقتي. ده الحارس الخاص بتاعه اللي مات معاه. الصوره اللي بعدها اخر صوره لاسماعيل هنيه مع خامنئي، دي اخر لقطه قبل ما يروح ينام في اوضته. هو تقريبا جه يسلم عليه زي ما يكون كان حاسس، فجه يسلم عليه وباسوا وباسوا بعض، يعني بقيت الفيديو وباسوا بعض، انا اصام الفيديو يعني، وراح نام. الله يرحمك الله يرحمك. دي اخر صوره. اوريكم المبنى، يمكن تكونوا حضراتكم خدتوا بالكم من الحاجات دي، لكن برضو انا بقف عند حاجات معينه. صورة المبنى الذي اغتيل به اسماعيل هنية، وقطعة القماش دي بتخفي الأضرار. نشرت وسائل إعلام إيرانية، حواريكوا صورة مقربة شوية. الله يخليك يا مينا، الكلام اللي تحت ده المبنى. قبل، معلش يا مينا، قبل ما نوصل للكلام، المبنى ده بيقال عنه إن هو جوه مجمع سكني كبير كبير، يعني هنقول عليه مثلا زي كومباوند. كومباوند مجموعة بيوت كتيرة قوي، بس جوه أو يعني ليهم سور، واللي بيحرس هذا التجمع السكني الحرس الثوري الإيراني. يعني في حراسة بره المبنى نفسه جوه تجمع سكني. إن يتم اختراق كل ده، أنا شايفاها من وجهة نظري أنا في خيانة إيرانية، وهثبت لكم وجهه نظري. بس ده المبنى وده المكان. على فكره المبنى ده يبعد 150 متر فقط عن رئيس ايران الجديد، 150 متر فقط. فهم قاصدين هنيه بالذات، والا لو كانوا قاصدين حد تاني كان ممكن تيجي كمان في بالخطا، حتى بالخطا تيجي في الرئيس الايراني الجديد، لكن هم مش عايزين حرب، هم عايزين ده بس. نشوف الكلام اللي تحتيه. نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة المبنى، والمبنى الذي اغتيل به هانية مع حارسه الشخصي بيت ضيافة، يقع داخل مجمع مغلق مجمع مغلق للحرس الثوري شمال إيران. كل مكان بيروح ابن هانية لإيران كان بيسكن في نفس المكان ده، في نفس الشقة دي، في نفس المكان ده. إسرائيل كانت عارفة كل ده،
عارفه ان هو كل ما بيروح ايران بينام هنا. ايه اللي يخلي جوه مجمع سكني بيحرسه الحرس الثوري، يعني محدش يقدر يدخل ويخرج الا عن طريق الحرس الثوري خالص؟ اكيد بيتفتشوا اللي داخلين واللي خارجين، او معاهم كارنيهات، او معاهم سكن عضويه السكن في المجمع السكني الكومباوند ده، اي حاجه واتيفر تحت سيطره الحرس الثوري. يعني الحرس الثوري هو المسؤول عنه. ايه اللي دخل القنبله بقى هنا؟ على فكره لغايه دلوقتي اقاويل كتيره جدا وسائل اعلام كتيره قوي بتحط سيناريوهات كيف تم اغتيال ابن هنية. قنبله، طياره بدون طيار، مش عارفه صاروخ، مش عارفه ايه كله. ولكن حتى اخر حاجه انا قريتها ان هو سيناريوهات كتير، حتى الفيديوهات سيناريوهات كتير. نفترض ان فيها حاجه منهم صح حصلت، ازاي سواء قنبله وفجرت عن بعد، يبقى القنبله اتحطت في اوضته ازاي؟ عن طريق الحرس الثوري، ما خدوش بالهم، ما عرفوش ان في قنبله، ما حد عدى بالقنبله ازاي وطلع لغايه الدور الرابع الساعه 2. طبعا هي ممكن تكون محطوطه قبلها بوقت كبير، مش نفس اليوم، مش نفس الساعه، بس فجرت عن بعد الساعه 2 الفجر. لما اتاكدوا انه دخل الاوضه وهو جوه الاوضه هو، فجروها عن بعد. بس ده من رايي انا فيها خيانه من الحرس الثوري، والدليل هوريه لكم في خبر دلوقتي. شوف الصوره الثانيه بتاعه المبنى مقربه، مبنى قريب قوي، جايبين له صوره يعتبر برضه مقربه. انا بوريكم، بصوا السقف مش متكسر. انا واقفه عند الصور ليه؟ السقف مش متدغدغ، لان لو هي صاروخ كان الصاروخ هيدخل يا اما من فوق يا اما من تحت يا اما مش اي حاجه، كان على الاقل السقف لازم يكون متدغدغ. هما طبعا حاطين الستاير دي عشان يدايروا ما تم هدمه جوه المبنى. بس انا وقفت عند ان السقف مش متكسر، هو كان تحت السقف ده على طول الدور الرابع. انا قعدت عديت حتى واحد اتنين، لان هما كاتبين في الخبر ان هو كان في الدور الرابع، واحد اتنين تلاته اربعه، يبقى هو اخر واحد. طب اخر واحد السقف سليم اهو. المهم دي الصوره المقربه. شيخ الازهر بقى، الشيخ الطيب اللي مش طيب، الازهر من اليوم، من المصري اليوم، يوم 31، الازهر يدين اغتيال اسماعيل هنيه، شهيد قضى حياته دفاعا عن قضيه العرب والمسلمين، ما قالش عن قضيه ارض فلسطين، قضيه العرب والمسلمين. الله عليك يا حاج، الله عليك، الله عليك. يوم 31. طيب هو شهيد ازاي يا حاج احمد؟ يعني ايه كلمه شهيد في وجهه نظر حضرتك؟ وقضى حياته دفاعا عن قضيه قضى حياته، حياته فين؟ في قطر. هو بقاله كام سنه في قطر وقاعد في فندق، مش كده؟ قاعد في بيت، انا مش عارفه هو قاعد في فندق ولا بيت، بس غالبا في فندق مثلا. يعني الفندق بيبقى فيه سويمنج بول، يعني فيه حمام سباحه وفيه جاكوزي، فهو كان بيجاهد يا عيني، قضى حياته في الجاكوزي والسويمنج بول، قاعد في قطر. في واحد بيدافع عن قضيه بلده، قضيته الاسلاميه، ها قضيته الاسلاميه باللسان؟ ليه هو مش في وسط ارضه وعرضه وشرفه وبلده والناس اللي المفروض ان هو بينتموا اليه في حكومة حماس؟ خطوط بقى، هو ليه مش في وسطهم؟ خايف ان هو يستهدف؟ طب ما هو عارف ومتأكد انهم ممكن يجيبوه هو في اي حتة، بدليل ان جابوه وهو في وسط ايران، في وسط العاصمة الايرانية جابوه. ليه سابوه في قطر زي ما قلت الاسبوع اللي فات؟ ما قتلوهوش ليه في قطر؟ ما قتلوهوش في قطر عشان يدوا الرساله لايران.
احنا نقدر نوصل لجوه العاصمه عندكم بالخيانه، بالفلوس، بالاجهزه، بالقنابل، بالصواريخ، باي حاجه وصلنا عندكم. وكنا نقدر نوصل له في قطر برضو بالخيانه، بالفلوس، باي حاجه، باي طريقه كنا نقدر، بس احنا مش عايزين نوصل الرساله لقطر، احنا عايزين نوصلها لايران. هو بقى ليه يعني؟ هو عارف اكيد ابن هنيه عارف ان هو ممكن يتقتل في اي مكان، هو مستهدف. هوريكم حاجه جميله جدا لمجله امريكيه، لمجله امريكيه بتقول ايه عن اسماعيل هنيه. خلاص، المهم ما قتلوهوش في قطر وقتلوه في ايران. ده هيبقى شهيد وهو قاعد بياكل وبيشرب ومنعم في الفندق او في البيت او في الشقه، حتى في الرصيف باني خيمه، حاطط خيمه وقاعد في الشارع، بس بعيد عن بلده، بعيد عن اهله اللي هو المفروض واخد لقب ان هو حاكم غزه. عنده الكلمه دي، هو بيحكم غزه، حكومه غزه بيقال كده. ومع ذلك ما هذا القائد، هذا الرئيس مش قاعد في وسط قطاع غزه، قاعد في حته تانية. يبقى ده شهيد يا شيخ يا طيب؟ شهيد ازاي؟ شهيد ازاي وهو بعيد عن بلده، بعيد عن ناسه، ما بيدافعش عنهم، ما بيشوفش امورهم؟ هو سايب الجمل بما حمل لمين؟ لمين في غزه؟ لقتائب القسام؟ هم دول اللي بيحكم يعني؟ مين بيحكم غزة ما دام هو بعيد عنها وهو الحاكم بتاعها؟ مين؟ كتائب القسام الإرهابية اللي مسجلة على مستوى العالم فيه كتير جدا، حماس وكتائب القسام وكله كله كلهم إرهابيين. يعني انت يا شيخ الأزهر معترف بيه بهذا الإرهابي انه شهيد؟ مش عارفة ازاي هما معروفين انهم ارهابيين، حتى مصرنا الحبيبه عارفه انهم ارهابيين، ومع ذلك بتحط ايديها في ايديهم عشان الشعب الغزاوي الغلبان. يعني المخابرات المصريه والاجتماعات اللي بيعملوها وكل البلاوي اللي بتحصل دي كلها والمساعدات والفلوس والاكل والشرب، كل ده عشان الشعب الغلبان. لكن دول ارهابيين، دول الجناح العسكري لجماعه الخونة المجرمين، خط لزق دي ما فيهاش انفصال. فجناح عسكري لجماعه ارهابيه الخونه المجرمين يبقوا ارهابيين زيها. اوعى تنسى، حواليك شويه حاجات دلوقتي، عشان كده بقول لك يا اما تخجل من نفسك ان انت قلت عليهم كده، يا اما ده عادي بالنسبه لك فانت بتؤيد الارهابيين. هنشوف يا شيخ الازهر، هنشوف. نشوف. تعالى افكرك بقى كده بحبه بشويه حاجات كده يا شيخ الازهر. مين دول؟ مين دول يا شيخ الازهر؟ دول جنودنا اللي اتقتلوا في رفح، دول اللي بيحموا مصر، دول اللي يعني اسم اي دول فعلا استشهدوا، دول فعلا دفعوا حياتهم، دول شهداء بالفعل، لانهم شهيد الوطن مش الاسلام. اهم اهي النعوش بتاعتهم. الا تخجل يا شيخ الازهر؟ مين فيهم اللي شهيد؟ الارهابي اللي قتلهم واشترك في قتلهم بتقول عليه شهيد؟ بتقول على القاتل السفاح اللي اسال دم ولادك وقتلهم بتقول عليه هو شهيد وهو القاتل؟ ودول بالنسبه لك ايه؟ هل تساوي الشهيد اللي قاعد في الجاكوزي بالشهيد اللي بيحمي البلد؟ ده شهيد بالنسبه لك وده شهيد؟ يا نهار اسود، اللي قاعد بياكل وبيشرب ومنعم، وده اللي قاعد في وسط خط النار ويجيله القتل لغايه عنده ويستشهد ويدفع ثمن حياته عشان يحافظ على البلد اللي انت بتاكل وتشرب منها، مين فيهم الشهيد يا شيخ الازهر؟ اخس اخس لما تساوي بين واحد ارهابي
قاتل وسفاح في الاسم انت تقول عليه شهيد، وده بالفعل الشهيد الحقيقي اللي بيدافع عن ارضك وعرضك وشرفك وبلدك. انت مصري؟ يعني اللي بيجري في عروقك ده دم مصري؟ انت فعلا تستحق ان انت تعمل كده؟ لما تعمل كده تستحق ان انت تحمل اسم مصر فعلا ورافع علم فلسطين على صفحتك، رافع علم الارهابيين اللي قتلوا ولادك، رافع علم الارهابيين اللي حاولوا وما زالوا حتى الان عن طريق الحدود انهم يقتحموا بلدك ويدخلوا لعمق بلدك ويقتلوا ولادك وتقول عليهم يا سلام شهداء؟ مش حماس دي اللي دخلت من الانفاق وسرقت خير البلد كله؟ مش حماس دي اللي وصلت لغايه وادي النطرون واقتحمت السجون؟ حماس دي اللي هو رئيسها ابن هنيه، يعني مش حد تاني، انا بتكلم على ابن هنيه. مش حماس دي اللي وصلت لوادي النطرون واقتحمت السجون عشان تخرج ارهابي حماس وحزب الشيطان؟ وفعلا بعدها بساعتين كان بتاع حزب الشيطان هناك عند حسن ناصر الشيطان والتانيين في غزه. مش هم دول اللي اقتحموا بلدك غصب عنك بالاسلحه؟ قتلوا كام واحد لغايه ما وصلوا هناك؟ لغايه ما وصلوا هناك. وخرجوا حافظ القران الشيخ مرسي. مش دول بتوع حماس؟ تخيل لما واحد يعتدي عليك في بيتك وترجع تقول له اهلا وسهلا انا هجيب لك كوبايه شربات، ان انت برافو عليك ان انت وصلت لغايه شقتي ولغايه بيتي، وكمان ممكن تكون قتلت مراتي وولادي، ده انا هديك كوبايه شربات، اجيب لك عصير ليمون؟ يا خرب اسوء عليك. ده شيخ الازهر اللي مفيش حد، مين ده؟ أنا حاطة دايرة على اسمه، الشهيد أحمد منسي. مين اللي قتل الشهيد أحمد منسي؟ مين؟ أهو أهو. أنتوا ليه ناسين؟ أنتوا ليه يا شعب مصري ويا كل مسلم لما بتقولوا على الإرهابي ده إن ده شهيد؟ واللي مات اللي عنده تلات عيال وسابهم أطفال بتقارنوا ده إن ده شهيد وده شهيد؟ تيجي ازاي؟ مش عارفه. القاتل السفاح تقولوا عليه شهيد، واللي دفع حياته وساب اطفاله عشان بلده بتقولوا عليه برضه شهيد يا مسلمين. ده احمد منسي. ده احمد منسي قائد الصاعقه، قائد الكتيبه 103، قائد كان كل الناس بتحلف بحياته، كان بيساعد الكل بدون اي حاجه، كل البدو في سينا كانوا بيحبوه. كل البدو في سينا كانوا بيحبوه، كان بيروح يزورهم لغاية عنده. الولد اللي مثل في مسلسل الاختيار ان هو القاتل لأحمد منسي بيقول انا كرهت نفسي لما شفت الحلقة، بيقول كده، انا كرهت نفسي لما شفت الحلقة اللي انا قتلت فيها أحمد منسي. وده مسلسل، ده مسلسل تمثيلي، فما بال القاتل الحقيقي؟ تفتكروا فعلا كره نفسه ولا كان بيجاهد في سبيل الله؟ ما هو بيعتبر اللي احمد منسي وشركائه اللي ماتوا دول اللي كانوا قاعدين في الارض شهداء رفح ولا بيعتبروهم كفار لابد ان يقتلوا، عشان كده هجموا عليهم بالمدرعات والاربشيه والقنابل والمتفجرات والعربيات المفخخه وكل ده في ولادنا، في شهدائنا اللي انت بتقول عليه الشهيد. مش عارفه اقول لك ايه، صدقني صدقني انا يعني بحس ان انا مش عارفه انت ازاي جنسك ايه؟ جنسك ايه ان انت تقارن ابن بلدك بارهابي؟ عارف ليه؟ لانك بنفس مبدأهم، انت بتتكلم على الاسلام مش على الانسانيه. انت بتتكلم من منطلق شهيد اسلامي كان بيدافع عن العرب والمسلمين. اخس
اخس. لسه في اعتقال اكتر من 20 شخص، من بينهم ايوه دي، اعتقال اكتر من 20 شخص في ايران، بينهم ضباط كبار على خلفية الخرق الامني الذي ادى الى اغتيال هنية. لما ايران تعتقل ضباط كبار، ده معناها ان فعلا كان في خيانة في النص. حد يقدر يقول غير كده؟ كان في خيانة إيرانية من جوه إيران هي اللي أدت إلى قتل ابن هنية. عشان كده اعتقلت 20 شخص من بينهم ضباط. إزاي يا ضباط القنبلة عدت؟ إزاي يا ضباط يا حرس يا ثوري قدر حد سواء منكم أو مش منكم دخل لغاية أوضة ابن هنية وزرع القنبلة؟ إزاي؟ يا ترى إيران هتفصح فعلا إيه اللي حصل؟ ولا ده هيبقى شوكة في ظهرها إنها تثبت إنه تم الاختراق؟ على فكرة مش أول مرة، مش أول مرة إسرائيل تخترق جوه عمق إيران. يعني اللي هم علماء الذرة اللي اتقتلوا، يعني في علماء إيرانيين كتير إسرائيل قتلتهم، يعني في كذا واحد من قيادات الحرس الثوري واللي واللي واللي، حاجات كتيره قوي اسرائيل لو انا جبتها لكم وسردتها. اسرائيل قدرت تخترق جوه ايران عن طريق جواسيسها اي حد، بس قدرت تعمل اللي هي عايزاه جوه ايران بس. طيب دي نيويورك تايمز هي اللي قالت، وسكاي نيوز نقلت الخبر. تعالوا اوريكم المجلة دي بقى عشان خاطر نقول قالت ايه. دي مجلة اسمها فوربس، دي مجلة امريكية. المجلة دي عبارة عن ايه؟ تأسست مجلة فوربس 1917، هي شركة لنشر وسائل اعلام امريكية في نيويورك، هي موجودة او موقعها المبنى ده اللي انتوا حضراتكم شايفينه. ابرز منشوراتها، ركزوا بقى في اللي هي بتعمله، ابرز منشوراتها هي مجلة فوربس الشهرية، بتصدر كل 14 يوم، تعد من اكثر القوائم شهرة في العالم، وتعني في الدرجة الاولى باحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم. تقوم كل عام برصد واحصاء ارصدة اغنياء العالم، وتعلن هي بقى مين اكتر 100 شخصية غنية في العالم. برضو ركزوا في الحتة دي. تمتلك فورس 7 نسخ بلغات مختلفة، منها نسخة انشأوا نسخة عربية في الاخر، يعني كانت بتصدر باسم فورس العربية. بتنشر مجلة فورس قوائم عديدة في شتى المجالات، ولكن اشهرها على الاطلاق قائمة 100 شخص الأغنى في العالم، تصدر كل 14 يوم. هات الصورة التانية بقى يا مينا بعد إذنك، بتاعت ابن هنية. أيوة دي، الله، أدي فوربس الاسم المجلة فوق أهي، أكتوبر 7 سنة 23. بعد طوفان الأقصى اللي بيسموه طوفان الأقصى، المجلة أصدرت هذا العدد عن ابن هنية. شايفين الدايرة اللي أنا حاطة عليها دي؟ الدايرة اللي على شمال الصورة مكتوب أفضل لصوص فوربس، أو فوربس بيست ثيفز، أفضل اللصوص في مجلة فوربس. بصوا الحتة اللي أنا عاملة عليها تحت خالص، المستطيل الأزرق دي، أولاً مكتوب إسماعيل هنية 4.9 مليار قدامكم، 4 مليار دولار، بلياردير، يعني مليونير اللي احنا بنقولها بالعربي، بليونير احنا بنقولها مليونير، بس هي
يعني ده معاه مليار فما فوق، بس هو معاه 4 مليار مش مليار، 4. الحته اللي في تحت خالص اللي انا حاطه عليها المستطيل دي without any shame بتقول ايه الترجمه بتاعتها؟ بدون اي خجل يسافر حول العالم، طبعا اسماعيل هنيه، مدعيا تحرير شعبه من الاحتلال. لقد سمعنا جميعا هذه القصص عن الديكتاتوريين الذين ينهبون ثروات بلادهم وحريتها واملها. هذه مقابله، هم عملوا مقابله مع احد اكثر اللصوص شهره في الشرق الاوسط، احد اكثر اللصوص شهره في الشرق الاوسط، عملوا معاه لقاء انترفيو وخرجوا من هذا اللقاء ان هو ملياردير، بليونير، مليونير، قولوها زي ما انتوا عايزينها، وعرفوا ان هو بيسافر حول العالم كلها يجني الفلوس بحجة ان هو بيحرر بلده. ايه رأيكم؟ ايه رأيك يا شيخ الازهر؟ عنده 4 مليار دولار، عرفتوا ليه بيودي ولاده في جامعات أجنبية وعامل استثمارات وقاعد في قطر؟ من قطر يقدر يتحرك يروح أي دولة يشحت بحجة إن هو شعبه يا عيني غلبان، يا عيني يا حرام مش لاقيين ياكلوا، وياخد فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا في حجة إن هو عايز يحرر أرضه، عايز يحرر شعبه، عايز ياكل شعبه، عايز يبني مدارس، عايز يبني مش عارفه مستشفى. وطبعا اللي بياخده من الناس هو في النهايه بيعمل ايه؟ يزودهم للاربع مليار. يعني كانوا اتنين، كانوا تلاته، يزودهم للاربعه. 4 مليار. سامع يا شيخ الازهر؟ المجله دي هتكذب. على فكرة لو كان هو ما بيكذبوا كانوا رفعوا عليهم قضية. انتوا كدابين يا مجلة فورس، انتوا وحشين، انتوا بتدعوا عليه ان هو معاه 4 مليار، لا ده هم 4 مليون مثلا. مين قال لكم ان انا معايا 4 مليار؟ لا 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 لا، ده دي ارفع عليهم قضية. لكن ده من خلال الانترفيو مكتوبة، مكتوبة ان هم عملوا معاهم، عملوا مع اسماعيل هنية انترفيو وعرفوا الأسرار اللي جوه الانترفيو ده. هو بيعمل ايه؟ بيسافر من دولة لدولة وبيشحت. طبعا انتوا هما ما بيقولوش ان هو بيشحت، هو بيقول ساعدونا عشان شعبنا الغلبان عايزين نحرر ارضه، عايزين نبني لهم مدارس عشان نحط فيها الصواريخ، عايزين نبني لها مستشفيات عشان نحط فيها الصواريخ ونطلق الصواريخ على اسرائيل، وبعدين اسرائيل لما ترد الالم لينا هتضرب المدارس وهتضرب المستشفيات، نقوم احنا نصور للعالم كله بص اسرائيل ارهابيه وحشه زفت خالص بتقتل مدنيين، ويعملوا البني ادمين دروع بشريه ويبقوا هم السبب في قتل الاطفال والمرضى في المستشفيات، ويقولوا لك اسرائيل اللي قتلت. اسرائيل بكل جرائمها وكل بلاويها كانت قبل ما بتهدم اي حاجه بتقول للناس اخرجوا، اخرجوا من المكان ده عشان ههدوا، عشان هم عارفين ان المكان ده فيه صواريخ، لان هم حاطين هذه الصواريخ في وسط هذا التجمع المدني عشان لما اسرائيل تضربه هم يقولوا للعالم بصوا ده بيقتلوا المدنيين. شياطين صح؟ شيخ الازهر شهداء صح؟ الشياطين بقت شهداء. بقى بجد عنوان حلو قوي، انا ممكن اعملها على الحلقه النهارده. الشياطين اصبحوا شهداء. الشيطان نفسه هيتعلم منكو ازاي تدعوا على الناس ان هم بيقتلوا المدنيين. وهم لو عايزين يقتلوا المدنيين بالفعل هقول انهم بيقتلوا المدنيين. هيقولوا لهم اخرجوا من المكان قبل ما هد المكان على دماغكو. والمصيبه ان حماس كان في وقتها وكتاب القسام بتقول للناس اوعوا تخرجوا، فاكرين؟ اوعوا تخرجوا من المكان، لان لو خرجتوا من المكان مش هتعرفوا ترجعوا تاني. مش هيعرفوا يرجعوا تاني لانها هتتهد فوق دماغهم،
او هتتهد حتى لو هم خرجوا. اه مش هيعرفوا لانها هيرجعوا يلاقوها مهدوده، وانتوا السبب. اه اسرائيل برضو المفروض مين بقى؟ حزب الشيطان. بص سكاي نيوز قايله ايه؟ سكاي نيوز مش انا. تحقيق لليونيفيل، حزب الله هي حزب الشيطان طبعا مسؤول عن اطلاق الصاروخ الذي تسبب بحادثه مجد الشمس. الحادثه دي صواريخ اطلقت على هذا المكان مجد الشمس ده، وكان فيه اطفال بيلعبوا، واتقتل منهم كل اللي اتقتلوا كانوا مدنيين واطفال. الصواريخ خارجه منين؟ من عند حزب الشيطان. يعني حزب الشيطان اللي بدا هو اللي اطلق صواريخ، وعرضتها لكم الاسبوع اللي فات، 30 صاروخ الفوارغ اسرائيل رصدتها 30. لما حزب الشيطان يطلق هذه الصواريخ ويطلقها على مكان مدني مش على مكان مثلا قاعده حربيه، يبقى هو بيقتل مدني. لما اسرائيل ترد تبقى مين اللي فيهم الغلطان؟ اللي اطلق صواريخ على اطفال ومدنيين، ولا اللي بيديكوا بالقلم لانكم عملتوا كده وبيقول لكم كده كخ؟ انا اقدر اعمل فيكم انا كمان اكتر من كده. ده سكاي نيوز. اللي بعديها بصوا بقى المسلم اللي بقول لكم على فلسطين وعلى اسرائيل وعلى ده، ما اسموش جرجس، ما اسموش اي حاجه، اسم مسيحي يعني. عزيز انا مش عارفه اقرا الاسم بصراحه، القنائي، القنائي ممكن. كلمه اسرائيل وردت في القران 36 مره، بينما لو لم تورد كلمه فلسطين مره واحده، فعلى أي أساس اعتمد المسلمون على أحقيتهم بأرض فلسطين؟ أقول لحضرتك على أي أساس؟ على أساس الحلم اللي قيل والمسمى بالإسراء والمعراج. لو هو الإسراء والمعراج اللي اتقال، كان هو قال أنا رحت المسجد الأقصى اللي في فلسطين. كلمة واحدة، كلمة واحدة كانت أثبتت صحة هذا الحلم وأثبتت صحة هذا الكلام، إن في حاجة اسمها مسجد الأقصى فين؟ في فلسطين. هل إله الإسلام كان عاجز عن إنه يذكر كلمة فلسطين والمسجد الأقصى في القرآن؟ إله الإسلام كان عاجز عن كده؟ مش قادر يقول كلمة فلسطين والمسجد الأقصى، إن الرسول عمل إسراء إلى المسجد الأقصى في فلسطين والمعراج ورجع تاني؟ ولكنها ذكرت كلمة إسرائيل في القرآن 36 مرة، ومفيش مرة واحدة ذكرت فيها فلسطين في القرآن. على أي أساس يا مسلم؟ هو اللي بيقول لكم عزيز، أستاذ عزيز أو يا حاج عزيز أشكرك جدا. على أي أساس بتطالبوا إن فلسطين تبقى من حقكم؟ هي ذكرت في القرآن أصلاً؟ ما حصلش، ما حصلش. على فكره قبل ما ادخل الهوا، بمناسبه الاولمبياد اللي في باريس، قبل ما ادخل الهوا، المغرب غلبت مصر، كانت 5 وقبل ما ادخل على طول بقت 6 اعتقد، بس على الاقل اللي انا متاكده منه كانت 5. ليه بقول كده؟ عشان اللي جاي. قبل ما ابدا في الاولمبياد اتفرجوا على الفيديو ده، بس طبعا العنوان هو تريقه من صاحب الفيديو، العنوان عشان بس ما تنجذبوش على العنوان، العنوان هو تريقه من صاحب الفيديو، لكن الحلو قوي قوي هذا المجاهد اللي في فرنسا اللي وقع وقعه زي بلاش، وقع الوقعه دي وهو بيعمل ايه؟ نشوف الفيديو.
هو حاول يشد علم اسرائيل او شده بالفعل عشان يقطعه من ضمن الاعلام المرصوصه كلها في الاولمبياد بتاعه باريس، وصل له بس كان الشرطي اهو شايفين ابو التيشيرت الاسود ده الشرطي، بس هو وقع فحصل على الميداليه الذهبيه التريقه يعني لفلسطين، قال يعني فلسطين اخذت الميداليه الذهبيه لما قطعت علم اسرائيل اهو وقع يشده، راح لما العسكري او الضابط جه يمسكه كان هو وقع. مبروك عليكم الميداليه الذهبيه، مبروك عليكم كده حررت فلسطين يلا قطعت علم اسرائيل، برافو رفعت علم فلسطين في ارض غير فلسطين. طب ما تخليكم رجاله وتروحوا ترفعوا علم فلسطين على ارض فلسطين غزه اللي اسرائيل واخدها دلوقتي. مش غزه هي السبب في كل اللي حصل ده؟ طوفان الاقصى مش غزه هي السبب؟ وقيادتها الشهداء الحلوين مش هما السبب في اللي حاصل كل دلوقتي اللي حاصل لغزه كلها وشعب غزه من الشهيد الشيطان؟ طب ما تخليكوا رجاله، يا اللي في امريكا يا اللي حرقت علم امريكا واللي عرضناه وفي كل دول العالم عاملين مظاهرات وفي الجامعات، خليكوا رجاله بجد. انتوا يعني عارفين زي البغبغان اللي بيردد حاجه هو مش عارفها، فانتوا بتعملوا بتدوا شو للعالم قال ايه ان احنا عايزين بندافع عن فلسطين وان احنا بنجاهد من اجل فلسطين بعيد عن ارض فلسطين. لا خليكم رجاله وروحوا على ارض غزه جاهدوا هناك وحاربوا ضد اسرائيل، خرجوا اسرائيل من غزه. ايه رايكم في الاقتراح ده؟ حلو اهو. اتجمعوا انتوا ملايين اهو، ملايين في كل دول العالم، اتجمعوا. شايفين انتوا شويه ملايين؟ ملايين كتير مش ملايين قليله. لكل من يؤيد تحرير فلسطين. طبعا هتلاقوا ملايين ملايين بالفعل عايزين يحرروا فلسطين، طب ما تتجمعوا وتروحوا تحاربوا فلسطين في غزه وتطردوها من غزه وفعلا تنظفوا غزه. سيبوكم من ابن هنيه وحماس والبلاوي دي كلها، سيبوكم منه. خليكم بقى انتوا رجاله حلوين كده، روحوا حرروا غزه. على الاقل على الاقل واحده زي حالاتي هتحس ان البلاد الكافرة دي نطفت. ايه المصيبة بقى في ان الشعب المصري للأسف للأسف قد ايه الواحد بيحزن بجد لما بلاقي كل حاجة في مصر بقى فيها الدين هو اللي بيتكلم، ويا ريته دين، يا ريت دين فعلا تدين حقيقي الا تدين ظاهري غلاف من بره قشره فقط. تيجي للدين الحقيقي لا 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 ما فيهوش خالص خالص. مش فاكره مين الواحد بقى خلاص اللي كان بيقول انا رحت الغرب لقيت الاسلام ورحت عند العرب ما لقيتش الاسلام. مش مهم. المهم ده اللي في مصر دلوقتي الشكل الخارجي مسلمين، العمق في الدين شياطين. سيبكم من ده سيبكم من اللي انا بقوله، لكن بصوا اللي هي الكره الشاطئيه او الكره الشاطئيه انت راحه وانت عارفه زي برضو المره اللي فاتت لما قلت اللي هو رايح وعارف ان اسرائيل مشتركه في الاولمبياد فعارف ان ممكن يقابل اسرائيل. طب انت رايح ليه؟ طب ما انت هتقابله، ممكن تقابله سواء انت طلعت الثالث الخامس اللي مش عارف ايه ممكن احتمال كبير ان انت تلعب معاه. الرياضه ملهاش دعوه بالدين، حتى القوانين بتاعتها دستور الرياضي ملهاش علاقه لا بالسياسه ولا بدين ولا بلد. عشان كده انتقدت من حلقتين انهم ما سمحوش لروسيا بالاشتراك في الاولمبياد بتاعت باريس عشان انها بتحارب اوكرانيا، يعني ناحيه سياسيه حرب، ومع ذلك سمحوا لاسرائيل انها تشترك في الاولمبياد بالرغم ان في حرب بينها وبين غزه. مش كده؟ يعني في هنا انتوا بوشين يا بتوع الاولمبياد بتوع باريس، انتوا بوشين، واحد وافقت له وواحد ما وافقتلوش والاثنين حرب. اي واحد منكم رايح وهو هيلعب في الاولمبياد دي عارف ان ممكن يقابل لاعب
إسرائيل. هتقابله أنت عايز تلعب رياضة يبقى غصب عنك تلعب معاه وتشترك في اللعبة معاه وتقوم بواجبك الرياضي بعيدا عن السياسة والدين. خلاص. الحلوات المصريات اللي صورتهم دي بصوا بقى بتقول ايه بقى؟ لا تجبروني على البكيني، اريد ان العب مرتدية الحجاب. اسمها دعاء الغباشي نجمة منتخب مصر في الكرة الشاطئية. لما قالوا في الاول خالص قالوا ان في زي معين للعب الكرة الشاطئية دي فلازم تمشي على القوانين وتلبسي زيهم، قالت لا 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 ما تجبرونيش على اني البس بكيني، انا عايزه العب بحجابي. اوكي خلاص وافقوا لهم في الاخر وفضلوا على كده. هم دول او زي دول. اولمبياد باريس 24 منتخب مصر للسيدات يودع منافسات الكره الشاطئيه. الحجاب انا عايزه اسال حضرتك يا حاجه دعاء ويمن يمن شبه دعاء، الاثنين محجبات اهم والاثنين لعبوا بالحجاب والاثنين لعبوا ببناطيل، والكافرات السافرات الوحشين اللي لعبوا بالبكيني مالناش دعوه بيهم، دول وحشين دول كفره. الحجاب او اللبس اللي انت لبستيه هل هو كان سبب هزيمتك ان انت ما كنتيش عارفه تلعبي وتجيدي اللعب وتهزمي الكافرات السافرات؟ الحجاب هو اللي اعاقك من التفوق والانتصار على الكافرات ولا انت اصلا فاشله؟ يعني انت فاشله في اللعبه في الرياضه بدليل ان انت بتلعبي زي ما انت عايزه بالحجاب والبنطلون واللي وكله تمام ومع ذلك السافرات هم اللي انتصروا عليكي، فمين فيهم السبب؟ ايه اللي خلاكي اتهزمتي؟ يا فشل يا عيني يا حرام اللبس ما كانش مريح ان انت تقدري تجيدي تضربي وتنطي فكنت مش عارفه تجيدي اللعبه. ده المصريات. تعالوا شوفوا الحلو الامور ده. صاحب برونزيه يعني مش ذهبيه، مش ذهبيه. ده انا بقول لكم بحزن لما الاقي كل حاجة بقى الدين هو اللي بيتكلم. صاحب برونزية المبادرة بأولمبياد باريس، الميدالية اللي هي البرونزية مش الذهبية ولا الألماز ولا حتى الفضية، لا ده برونزية. تحققت يا عيني فرحان إنه أخذ البرونزية. ليست فقط لسبب رياضي. يا راجل مش بسبب رياضي؟ يعني أنت لما خدت البرونزية ما كانش إن أنت عشان أنت متفوق في اللعبة وقدرت تهزم اللي قدامك وحصلت على البرونزية؟ لا، بل أيضا بقيام الليل وسورة البقرة والصلاة على النبي. الدعاء والاتصال بربنا هو سبب السكينة في الملعب. أمال لو كنت خدت الذهبية كنت قلت إيه؟ لو انت خدت الذهبية كنت قلت ايه؟ ده انت واخد البرونزية وفرحان بنفسك قوي، والقيام بالليل ان انت يا عيني بتقوم بالليل تقيم الصلاة بالليل، وان انت وسورة البقرة والصلاة على النبي، يعني انت كل شوية تقول والصلاة على النبي صلى على الله، هم دول اللي خلوك انتصرت مش رياضيا. يعني مش السبب بس رياضي. يعني طب اقول لك حاجه، لو واحد زي حالاتك ومش متقن اللعبه وفاشل وهنجيبه ان هو بيقول في الدقيقه 1000 مره صلاه على النبي وحافظ القران كله وبيصلي الخمس فروض ويمكن مش مخليهم خمسه مخليهم 50، يقدر ينتصر على المقابل ليه اللي هو متقن اللعبه جدا؟ ايه رايك؟ هل ممكن اللي انا قلت لك عليه ده المسلم ده اللي حافظ القران وبيقيم الصلوات كلها وبيقول الصلاه على النبي 1000 مره في الدقيقه
وواحد شاطر جدا في اللعبه بس ما عندوش الكلام الفارغ ده خالص، حرام هنظلمه. مين فيهم اللي ينتصر؟ مين فيهم اللي يكسب؟ مين فيهم اللي ياخد البرونزيه؟ ده انت يعني ده انت طاير بانك واخد البرونزيه. يا عم صل على النبي. معلش يا استاذ جورج هخلص بس دي عشان خاطر ما نوقفش الجزء ده. شوفوا العالم العربي اخد كم، العالم العربي كله 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 بعيدا عن الكفر، خدوا كم ميداليه؟ العالم العربي اخد 3. العالم العربي باكمله 3 ميداليات. امريكا الكفره اخذت 79، الصين 53 ميداليه حتى الان، فرنسا 48. يعني حتى طب سيبوكم من امريكا وفرنسا، دول كفره كفره ما يعرفوش، يعني بيعرفوا ربنا بطريقته. اللي في النص دول الصين البوذيين اللي ما يعرفوش حاجه عن ربنا خالص، دول لا حافظين قران ولا حافظين سوره البقره ولا بيقوموا يصلوا ولا عندهم سكينه في الملعب، اخذوا 53 ميداليه. العرب كله المسلمين، لان في العرب ما فيش دوله مسيحيه بالاسم مسيحيه، العرب كله مسلم، اللي حافظين القران وحافظين الفروض كلها بيقيموها وبيصلوا الليل زي الاخ اللي اخذ البرونزيه واللي واللي وكل حاجه اسلاميه حلوه جميله. وفريق الساجدين، مش في صوره للساجدين يا امينه لو سمحت؟ اهي سر البركه. يا خرب السوء عليكم، سر البركه في السجود، عوده منتخب الساجدين للملاعب فعادة الانتصارات من قلب فرنسا في أولمبياد باريس. يعني هما بيعتبروا السجود ده هو اللي بيخليهم ينتصروا، مش الإتقان اللعبة بكل أنواع الألعاب سواء كرة قدم ولا 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 بدليل بتاع الكرة الشاطئية البنات ولا أي حاجة، لا 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 لا، ده هو الصلاة والقرآن والفروض والسكينة وذكر صلاته على النبي وي هو ده سبب انتصارهم. طب الصين اخبارها ايه؟ ما انا قلت لكم مالكوش دعوه بامريكا وفرنسا. الصين 53 ميداليه، انتصروا ازاي؟ اهي انتصروا ازاي؟ جابوا ال 53 ميداليه دول ازاي؟ ما يعرفوش قران، ما بيصلوش الفروض، ما بيصلوش على النبي، اخدوا ازاي وانتوا واخدين 3؟ يا كل الدول العربية ودي دولة واحدة، يا كل الدول العربية المشتركة في باريس، الدول دي كلها أخدوا 3 ميداليات. الصين لوحدها واخدة 53 بعيدا عن الكفرة التانية. ازاي يا أصحاب العقل، يا مجانين دين، يا مهووسين دين، فكروا فيها شوية. الصين وصلت لل 53 دولة ميدالية ازاي؟ دي حاجة. الصين في حتة في احصائية تانية اهي، من اليوم السابع، من اليوم السابع واخدة، يعني 53 دول اللي فاتوا هتلاقوا فيها ذهبية وفضية وبرونزية خلاص، لكن هي واخدة ذهبية بس 21 ميدالية، 21 ميدالية ذهبية، 21 ميدالية ذهبية الصين بس، وأول واحدة. لما 2 أمريكا في الميداليات الذهبية، أنا حاطة لكم تحت الميداليات الذهبية، الميدالية الذهبية أمريكا واخدة 20، أستراليا كلهم كفرهم، أستراليا 13، فرنسا 12، بريطانيا 12، كوريا الجنوبية، كوريا الجنوبية ما بتصليش على النبي برضه 11، اليابان 10، ايطاليا 9، هولندا 7. فيهم حد عربي؟ فيهم حد مسلم؟ فيهم حد مش كافر؟ كلهم كفر، حتى البوذيين اللي هم اول واحد، حتى كوريا كلهم كفره بالنسبه لكم يا مؤمنين، وانتوا بس يا مؤمنين 3. كل شيء بالثالوث يكتمل، 3
ثلاثة ها ده 21 بس خلاص ناخد الأستاذ جورج. أنا آسفة معلش اتأخرت عليك يا أستاذ جورج. لا ولا يهمك، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. مساء النور وتحياتي لك وللجميع. ربنا يخليك يا رب. أنا عندي بس كم رسالة سريعة كده وعندي كلمة ليكي برضه. أول حاجة أنا عاوز كلمة لسيادة اللي هو مدير الأمن الداخلي اللي بيجهز دايما البلد لأي أحداث زي تغيير الدولار، رفع أسعار البنزين، الكهرباء، الكلام ده كله، يعني بصراحة عجب ولع البلد وخلى المسيحيين ينشغلوا بحوادث إن الكشك هتولع والكلام ده كله والدنيا هتقوم والبلد هتولع وفي الآخر خالص مفيش حاجة حصلت وخلى المسيحيين ينشغلوا ويخافوا على كنايسهم وبيوتهم، وبعد كده شكروا ربنا على ارتفاع الدولار اللي ابتدى يزيد في البنوك وسعر البنزين والسولر وكل حاجه، فدي عملها بامتياز واقتدار. فبصراحه انا بحيي مدير الامن الداخلي سواء هو العميد احمد شعبان او حد غيره ان هو عمل جود جاب، يعني يخلع القبعه عليه، ده ممتاز. وبما ان حضرتك ذكي ما بتعملش الغشم اللي عمله جمال مبارك لما بيهيئ البلد علشان التوريث، راح فجر كنيسة القديسين وخلى عمر سليمان او حبيب العدلي يفجرها له، وكي الهنا كيس جوافه اللي هم فاكرينه كيس جوافه بنعبده مش هينتقم، فجر زي ما فجر الكنيسه وانتقم وشال حسني مبارك خلال 40 يوم. بما ان حضرتك ما بتعملش الغشم ده وانسان ذكي ونبيه، انا عندي ليك كم اقتراح. أول اقتراح، أنت لسه داخلين على سعر جديد للدولار والبلد ثاني وهيغلى ثاني، ربنا يستر 60 و70، محدش عارف هيوصل لغاية كام. فأنا هقول لك على كام حاجة نهيئ ليها البلد بدل ما نولع في الكنايس زي اللي قبلك اللي هو السنة اللي فاتت عشان يجهز البلد، ولع في 11 كنيسة في أسبوع علشان الأقباط، وبعد كده رفع الأسعار وحرر الدولار، وبعد كده الأقباط شكروا ربنا كفايه ان الكنيسة ما بتتسرقش. فانت ممكن بما ان حضرتك ذكي تعمل حاجه افضل من ده كله. انت محتاج تكسب الأقباط. يعني ايه؟ خدهم في صفه، خدهم جنبك، البلد كلها اتطحنت وسواء مسلمين او مسيحيين كلهم غضبانين من الغلو والناس مش لاقيه تاكل، سواء مسيحيين ولا مسلمين. فانت محتاج تعمل حاله رضا للبلد، تعمل حاله رضا. اقول لك على كام حاجه كده. استاذ جورج صوت حضرتك بيقطع، صوتك ما وصلش الجمل اللي فاتت. سيبنا، احنا دخلنا 100 طالب او 200 طالب نتيح الكليه الحربيه وكليات الشرطه والفنيه العسكريه والكلام ده كله، وانت تكون ما دخلتش. يعني اخبار فانكوش ما تتمش في الحقيقه، ما عملتهاش، لكن اراضيهم طلع واحد مسيحي ولو مسيحي في التوك شو، مذيع مسيحي، اول حلقه يتكلم فيها يتكلم عن حرق الكنائس، خطف البنات، قضايا الاقباط، اي حاجه بدون ما تحل قضيه ولا حاجه. انا بقول لك طلع اخبار واعمل بس راضي الاقباط. تاني حاجة زي كده حاول البلد العايمة على الفساد زي مدرسة الصالحية اللي كلها جابت 92% والناس غضبانة، راضي الناس سواء مسيحيين ولا مسلمين، قلل كمية الفساد. كل أسبوع خلي التلفزيون يتكلم عن مسك رئيس حي مطلع صراخيص وخد رشاوي، مسؤول الفلاني، بلاش الجهات الأمنية، حي كل الاداريين كله، البلد كلها مرتشيه. سواء اللي في المدارس دول اللي طلعوا 100% ولا نجحوا المدرسه كلها، يا سيدي الغي النتيجه، اطلع الغي النتيجه. ما ينفعش يا استاذ جورج يلغي النتيجه، الناس هتعرف النتيجه. ده احنا اتكلمنا في موضوع توماس الاسبوع اللي فات ان النتيجه ما كانتش معلنه لان هي ما عندهاش مثلا الباقه زي ما بيسموها في مصر، ما عندهاش الباقه انها تعرف النتيجه، فهي هو لو لغاها من الحيطه او من على حائط المدرسه الناس تعرف ازاي لما يلغيها؟ لا ما ينفعش،
هو حضرتك قلت مقترحات حلوة جدا، وأتمنى هو يكون وصل له صوتك ومقترحاتك وينفذ الجزء اللي ينفع يتنفذ. لكن فعلا فعلا حسب معلوماتي إن لو سألت أي حد في مصر، لو البلد فتحت الباب على مصراعيها إن أنت تخرج وتسيبها، والبلاد التانية فتحت الباب على مصراعيها إنها تستقبلكم، في حد هيقعد في مصر؟ أنا بس يهاجم الفساد. أشكرك يا أستاذ يعني جورج على معلوماتك أو على ملاحظاتك، حفاظا أو خوفا على مصلحة مصر، وخوفا طبعا على القضية القبطية بكل ما فيها من بلاوي، وعلى الأقباط كلهم. أشكرك جدا. اتفضل. عايز تقول حاجة تانية عشان في تليفونات تانية؟ اتفضل. أوكي ماشي، شكرا شكرا. اتفضل لو عايز تقول حاجة تانية. طب حاجة أخيرة ليكي، أول حاجة خلي بالك في اللي بيبعتولك، ممكن يكون ده جهات أمنية اللي بيقول لك معانا مشاكل عاوزين أنا عارفة. يعني اللي هو بيقول إن أنا عايزة إن أنا قريت الكتاب المقدس دي، أنا يعني متأكدة منها، بس برضو بحترم إن احتمال لو 1% إن هو يكون صادق. دي 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 نقطة. النقطة الثانية، حاولي ولو بعد نهاية البرنامج صوري دقيقة أو دقيقتين، اعرضي المشاكل، قولي الاضطهادات والعنصرية، بنات بتتخطف، كنائس بتتحرق، قولي اللي بيحصل مع المسلمين في الأقباط لمدة دقيقة، وبعد كده في المونتاج، حد في المونتاج عندك في القناة يترجمها عربي ويتعمل لها سبتايتل باي انجلش، وتتشير على الفيسبوك والكل هيشيرها. بس يا أستاذ جورج، عايز أقول لحضرتك حاجة بخصوص البنات. اولا انا ما بفوتش اي بنت قاصر قاصر، وبقول قاصر ليه؟ عشان بحمل الدوله مسؤوليه ان دي قاصر والقانون لم يطبق. عقاب القانوني لخاطف بنت قاصر حتى لو بالتحايل، حتى لو بمزاجها، حتى لو اي حاجه، في قانون بيقول ان ده ما ينفعش. فانا بحمل الدوله هذه المسؤوليه ان في قاصر اتخذت او خرجت وما رجعتش بيت اهلها حتى لو هي اللي خارجه بمزاجها. اما البالغه القانون ملهوش دعوه بيها. هي حره، هي عايزه تمشي كده حتى لو هي مخطوفه. حتى لو هي مخطوفه، ما اقدرش اقول انها مخطوفه الا لما هي تقول لي انا مخطوفه. هي تقول انا مخطوفه، انجدوني، الحقوني باي طريقه ما، دي اتكلم عنها. انا هدفي القاصر. ما بفوتش واحدة قاصر، ما بفوتش كنيسة اتحرقت. فحضرتك يعني شكرا. زي ما تكون ربنا معك. ربنا يخليك يا استاذ جورج. ما الاتنين دول انا ما بفوتهمش، فمش عارفة هل حضرتك شايفني مقصرة من الناحية دي في المواضيع دي؟ اتمنى اني ما اكونش مقصرة. استاذ ايهاب اهلا وسهلا بحضرتك. وبارك في خدمتك وخدمة قناة سي سات. أشكرك. أنا بس اسمحي لي في نقطتين ثلاثة عاوز أعقب عليهم. اتفضل. في عجالة سريعة. أولا يعني يمكن اللي خدم في القوات المسلحة يا مدام نادية يعرف يعني إيه مصر، ويعرف يعني إيه علم مصر، وكون إن شيخ الأزهر ما يرفعش علم مصر وهو على أرض مصرية، ومؤسسة الأزهر هي مؤسسة مصرية عريقة، كون إن ما يرفعش عليها علم مصر ويرفع علم أي دولة تانية، إياك حتى تكون فلسطين ولا أمريكا ولا أوروبا، أي دولة، ده غلط. دي حاجة اسمها خيانة عظمى، كون إن واحد يرفع علم غير علم مصر على أرض مصرية دي خيانة عظمى، والمفروض انه يتقدم للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى قدام المحاكم العسكرية. لكن شيخ الأزهر عاوز اقول له اتقي ربنا في مصر والمصريين. يعني انت هان عليك يا شيخ الأزهر دماء اخواتنا في الجيش وفي الشرطة وفي القضاء اللي هم موتوهم، الحمساوية والغزاوية وبتوع فلسطين، هانت عليك دمائهم يا شيخ الأزهر عشان ترفع علم فلسطين وتنزل علم مصر. يا شيخ الأزهر اتقي ربنا في مصر، واتقي ربنا في شهدائنا، شهداء الجيش والشرطة والقضاء، وشهدائنا المصريين كلهم.
انت عاوز تعمل شعبيه يا شيخ الازهر على دماء شهدائنا في الجيش وفي الشرطه وفي النقطة اللي بعدها يا استاذ ايهاب بعد اذن يا حضرتك. شيخ الازهر طب سيبك من شيخ الازهر حضرتك قول المصريين. استاذ ايهاب حضرتك سامعني؟ اسمحي لي النقطة اللي بعدها بعد يعني اذنك عشان التليفون التاني ما يقعش. اتفضل. الحاجة الثانية يعني موضوع انا بس ليا عتاب على الاعلاميين وخاصة في القنوات المسيحية اللي بيطلعوا يشكروا الامن بعد ما واحدة مخطوفة ولا قاصر بترجع مسيحية. احنا عاوزين نشكر الامن انه حاكم هؤلاء المجرمين. صح. اللي بيعبثوا صح بأمن مصر وبيعبثوا بالوحدة الوطنية. صح. عاوز اقول لهم برضه اتقوا الله في مصر. المفروض الامن او المقصرين عن في الامن يتحاكموا. فين الناس اللي بتخطف؟ فين هذه الشبكة الإجرامية اللي بتعبث بأمن مصر وبوحدتها الوطنية؟ من آمن العقاب أساء الأدب. المفروض الناس اللي بتخطف البنات والقاصرات دول يتحاكموا. الحاجة الأخيرة يا أستاذ نادي يعني اسمحي لي، موضوع الدين وتغيير الدين في مصر ده موضوع حساس جدا، فليه ما يكونش تغيير الدين سواء من مسلم لمسيحي أو من مسيحي لمسلم يكون سن 21 سنة؟ لكن الموضوع ده بيستغلوا الإخوان. هو المفروض 21 سنة مش 18 يا أستاذ يعني. على الأقل يبقى في سن نضوج أقل من 21 سنة وطالع. استاذ ايهاب من مجلس الشعب انهم ينفذوا هذا القانون حماية للوحدة الوطنية. واضح ان حضرتك مش سامعني. استاذ ايهاب انا سالت محامي من المحامين الحلوين المحترمين جدا المصريين، انا كنت متشككه هل تغيير الدين 18 ولا 21؟ انا كنت فاكره ان هو 18 اللي بيطلع بطاقه 18 سنه من حقه يغير. قال لي لا 21 سنه. إذا القانون في مصر يمنع أي حد يغير دينه قبل ال 21 سنة، يمنع، ومع ذلك طبعًا عارفين شهادات التسنين وعارفين ساقط القيد وعارفين كل اللي بيتلعب فيه في السجل المدني عشان يطلعوا لهم البطاقات كما هما. أشكرك جدًا يا أستاذ إيهاب. أنا ياما صوتي اتنبح وقلت لهم اتحدى ان انتوا تجيبوا واحد بس، وكلام الاستاذ جورج، اتحدى ان انتوا تجيبوا واحد بس اخذ بنت قاصر وتم محاكمته، مع ان الماده بتاعه القانون كانت لسه معايا امبارح، الماده بتاعه القانون اللي بتخالف او يعني بتعاقب بتصل للاعدام، انا عرضتها كذا مره قبل كده، بتصل للاعدام، الاعدام لمن خطب بنت واغتصبها بغير رضا للقاصر. المهم دكتور مارك اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور مارك الو موجود يا مينا؟ دكتور مارك الصوت قطع خالص. مينا سامعني؟ طيب انا بالنسبه لي على فكره في مواضيع ما ينفعش ان انا افوتها، يعني كان المفروض النهارده لو كان الوقت سمح كنت جبت لكم الكلام. انا كنت فاكره بتاع هدم كنائس القاهره او مصر والقاهره، وحتى عرضتها كذا مره قبل كده ان انا كنت، بس هي اللي كان قبل كده اللي انا عرضته قبل كده ما كانش النقيب هو اللي الكتاب ده ما كانش هو النقيب هو اللي بيشوف عليه. دكتور مارك اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك سامعني؟ دكتور مارك نو يمين سامعني. فلما عرضته قبل كده بتاع هدم كنائس مصر والقاهره وعلقت على حته مصر والقاهره كان مصر دي حاجه والقاهره حاجه تانية، دي بلد ودي بلد، ومع ذلك الكتاب كان بيقول عن هدم الكنائس، هدم الكنائس،
لما تكون جامعة حكومية. طبعا كلكم أكيد حضراتكم شفتوا الخبر ده وقرتوه وعرفتوه، والحلوة الجميلة المنقبة اللي هي عاملة الكتاب واللي مشرف عليها الحاج اللي اسمه النقيب وأستاذ في جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة جامعة حكومية، جامعة المنصورة بتاخد ميزانيتها من الدولة، والدولة اللي فيها المسيحيين هم أصحاب البلد بيدفعوا ضرائب، ومن هذه الضرائب بتتكون ميزانية الدولة، ومن هذه الضرائب بتتعلم واحدة زي اللي عملت الكتاب ده ويشرف عليها هذا الدكتور اللي بياخد مرتبه من ميزانية الدولة اللي أنا بشارك فيها من ضرائبي، وهو بيعمل كتاب أو بيشرف على كتاب يهدم الكنيسة اللي أنا بتعبد فيها لإلهي. يعني من فلوسي أنت بتاكل وبتشرب وبتدفع إيجار وبتركب عربية وكل حاجة من فلوسي، وبعدين في الآخر بعد ما تاكل وتشبع وتملى بطنك تقول إيه؟ أنا مش هخليك تتعبدي لإلهك لأن ده دار كفر، إحنا لازم نهدم الكنيسة. والدولة واقفة بتقول لنا بالعلن إن إحنا بنحارب الإرهاب. هو الحرب على الإرهاب، هو وقف التفجير في سيناء ده حلو جدا، نشكر ربنا عليه قوي، ونشكر الدولة على إنها كل ده ما بقاش يحصل، نشكره كويس قوي. طب والإرهاب اللي جوه البلد؟ إحنا بنحارب اللي هم في سيناء، اللي هم بنحاربهم جوه البلد، دول الارهابيين نطبطب عليهم، مش كده؟ دكتور مارك اهلا وسهلا بحضرتك، اتمنى تكون سامعني المره دي. مدام ناديه، يا ترى الصوت واضح دلوقتي؟ عاش من سمع صوت حضرتك، اهلا وسهلا بيك. انا بتابعك بس يعني من بعيد لبعيد، بس كنت عايز اوصل حضرتك فكره معينه. فضل. لان البرنامج النهارده يعني ركز على نقاط كثيره، بس الحقيقه كلها نقطه واحده. فضل. ان اللي بيحصل في مصر من خلال أسلمة المجتمع وازدياد وتيرة النعرة الدينية، ده الوقود اللي بيخلي السيسي قاعد على الكرسي، لأن السيسي عايز يسترضي مش بس المسيحيين، هو عايز يسترضي السلفيين اللي هم يقدروا يساندوه عشان يفضل موجود، بالرغم ان انا ان هو اوريدي وصل لمرحلة ان هو كتب استقالة الجيش من حكم مصر بعد 70 سنة. اللي بيحصل ده في مصر، لن يكون هناك حاكم عسكري مرة اخرى في مصر، لان الجيش اثبت فشله. اللي فشل دلوقتي مش السيسي، اللي فشل هو النظام اللي اتحط من 70 سنة ووصلنا الى هذا الانحدار الثقافي والاخلاقي والديني والعلمي والفكري والعسكري والسياسي وكل، وزيدي على ده زي ما تضيفي، لقد انهار النظام الذي تم وضعه بواسطة الانقلاب عام 52. وكل اللي بتشوفيه دي الأعراض الجانبية لسقوط هذا النظام، وان التعصب الزيادة ده هو محاولة مستميتة من النظام لمغزلة الاسلاميين والسلفيين على حساب الاقباط الغلابة. ولن يحل هذا الامر الا بسقوط هذا النظام تماما وخراب البلاد واعادة بنائها مرة ثانية، وهو ده اللي هيحصل للأسف. للأسف في بوادر كتير، أصوات كتير قالت نفس اللي حضرتك بتقوله ده، ووصلتني للأسف. يعني فعلا الناس في مصر متوقعة حاجات تحصل سيئة جدا، والناس بقت جواها صفيح أو يعني بركان نار، فمش عارفة تعبر. بس حتى حد سألني، تفتكري لو بعد الشر قاموا بانقلاب على السيسي، مين اللي ممكن يحكم مصر؟ الجواب المتوقع
ان جماعه الخونه المجرمين والسلفيين يسطوا على الحكم مره اخرى. حتى لو هو بيغزلهم دلوقتي وخاصه السلفيين، والسلفيين كلهم عمالين يمدحوا فيه، وعندي فيديوهات كتيره ليهم جدا بيمدحوا في السيسي وعصر السيسي. وهو بيغزلهم، وانا قلت الكلام ده قبل كده بدليل ان لسه الاحزاب الدينيه ما زالت موجوده. بقاؤه على الاحزاب الدينيه بالرغم ان الدستور يمنع والقوانين تمنع انهم يبقوا موجودين، ومع ذلك ما زالوا موجودين. اذا هو ماسك العصايه من النص وبيلعب معاهم سيب ونسيب، او يعني هسيب لك الحبل شويه وانت ما تشدش. ان السلفيين اكتر خطوره من الاخوان، فهم السلفيين دلوقتي بيمدحوه على اساس ايه؟ على اساس ان هو بيطبطب عليهم، سايب لكم الاحزاب، سايبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه، سايبكم بتتكلموا دي دي دي. لكن الناس العقلانيه بقى اللي بتقول لو بعد الشر ده حصل، ان حصل اي حاجه وحشه لمصر، مين اللي هيسطوا على الكرسي وهيسرقوا وهياخدوا بالدم بالدم؟ السلفيين والاخوان، وهيقسموا التورته بينهم وتبقى مصر بعد الشر ضاع. وده اللي مخلي الناس حتى الان، واتمنى الناس، يعني انا عارفه الحياه بقت صعبه جدا وبقت الحياه لا تطاق، بدليل ان انا لسه كنت قبل مكالمه حضرتك واستاذ جورج والاستاذ ايهاب كنت لسه بقول لو فتحوا الباب على مصراعيها في مصر والبلاد الاخرى فتحت الباب على مصراعيها وقالوا للمصريين الباب مفتوح اللي عايز يمشي يمشي، والبلاد التانيه بتقول لكم اهلا وسهلا بيكم تعالوا، في حد هيبقى في مصر؟ في حد هيفضل مصر وقاعد من ال 120 ولا 100 مليون حتى؟ ال 100 مليون المصري هيفضلوا 100؟ بالكتير قوي 10 مليون اللي هيقعدوا في مصر. انا بقول كده. ابونا اشعيا سلام ونعم القدسك، وكل سنه وقدسك بالف خير بمناسبه صوم امنا العذراء. سلام ونعمه. اهلا وسهلا. معلش مش متعود اخش في مداخلات، لكن كلامك انا دلوقتي لسه داخل يعني من بره فلقيت البرنامج شغال، فحبيت ان انا بس يعني اعقب تعقيب صغير قوي. اتفضل. على موضوع الكتاب اللي صدر عن هدم الكنائس. انا بقول نشكر الله، هذا الكتاب هو توثيق من اصحاب الشأن المنوط بيهم هدم الكنائس، واللي النهارده بيدعوا مش هقول كذبا لكن على خلاف الحقيقه ان ما فيش هدم للكنائس، وان فيه امان للمسيحيين في شعائرهم وفي الكنائس، وكل ده يعني احنا شايفين العكس، لكن وجود الكتاب بهذا الشكل من المؤلف او من المراجعين ده توثيق، وتوثيق تاريخي كمان ان ما زال ما ورثوهم من السلف بينفذوه الاولاد في عصرنا الحاضر بكل دقه علشان يكملوا مسيره ابائهم. صح. فيا ريت ان الكتاب دوت نجيبه ونقراه قراءه بس، مجرد قراءه، علشان الناس تشوف ما مدى ما يقال سرا بين عامه الشعب، ولكن هذا الكتاب اظهره علنا يعني علشان يبين ان ما زال اللي في القلب وفي الفكر لم يتغير. واذا كنا بنتكلم على تجديد الخطاب الديني والمسامحه وان احنا لا نعارض الاخرين في ايمانهم، ان كل دي شعارات ليس لها وجود. يعني انا مش عايز اطول عليكم، لكن دي المداخله اللي انا حبيت بس ان انا يعني بسرعة. اشكر قدسك جدا على الملاحظه دي يا ابونا، اشكر قدسك جدا على الملاحظه دي، انه فعلا توثيق من اصحاب الشأن في داخل مصرنا الحبيبه بيثبتوا عن طريق هذا الكتاب انه لابد من هدم الكنائس. وانا عن نفسي هحاول، لان في ناس مثلا بتسافر مصر، لو الكتاب ده متاح ان هو يشترى هطلب منهم انهم يشتروا لي نسخه، وباذن ربنا في كل فقره ربنا سمح لي بها بالحلقه
هعرض لكم جزء من هذا الكتاب. لكن اشكر قدسك جدا ان ده فعلا توثيق داخل مصر انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه. لما احنا جوه مصر واصحاب الشأن جوه مصر هم اللي بيطالبوا، يعني مش حد عدو من بره مثلا هنقول عدو بيكره مصرنا الحبيبه وعايز يعمل فتنه طائفيه جوه مصر فبيحرض واصدروا الكتاب في اي دوله، واصدروا هذا الكتاب وهذا الكتاب تحريض على حدوث فتنه طائفيه جوه مصر ما بين المسلمين والمسيحيين وهدم الكنائس. لا 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 لا، ده جوه مصر ومننا فينا وبيدعوا انهم مصريين وهم اللي عايزين يهدوا الكنائس. طب لو انا دايما بعكس، حاضر انا دايما بعكس، لو واحد مسيحي او انا بلاش واحد، انا عملت كتاب بقول ان انتوا غزيتوا مصر واحتليتوا مصر ولابد من اخراجكم من مصر لكل من يحمل الاسلام دينا وكتابا قرانا يخرج من مصر ونهد الجوامع، هتعملوا في ايه؟ مش في مسلمين كتير اعترفوا ان اللي حصل في مصر ده غزو؟ غزو، ما حدش يقول فتح، انا ما بحبش حد يقول فتح، غزو غزو واحتلال. لو انا عملت بقى كتاب بيقول كده وفي النهايه قلت لابد من هدم الجوامع كلها، هتعملوا فيا ايه؟ هتقولوا عليا ايه؟ عارفين هتعملوا ايه؟ هتبعتوا لي ناس لغايه هنا يقتلوني. طب ما هو نفس الحكايه عندكم، يعني جوه مصر والامن سايبهم والمخابرات سايبه، دي مش فتنه طائفيه علنيه جوه مصر؟ ده مش امن قومي ان انت بتحرض على اصحاب البلد ان انت تهد لهم كنايسهم؟ ده مش امن قومي؟ يعني انتوا سايبين النقيب ده والطالبه اللي عملت الكتاب دول ازاي؟ ازاي؟ ازاي سامحين لهم ان ده ينشر علنيه؟ لان في مجانين، في شياطين جوه البلد، في ارهابيين، في دواعش ياخدوا الكلام ده مسلم بيه وينفذوه. عندكم شك ان في دواعش في مصر؟ لا، في، وابصم بالعشره في، لو الناس خدت الموقف ده ونفذوه والكلام والدليل ده. دكتور في الجامعه، ده مش واحد بيلعب كوره في الشارع كوره شراب، لا 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 لا، ده دكتور في الجامعه المشرف على الكتاب والطالبه اللي عامله الكتاب سايبينه، وده مش امن قومي، مش فتنه طائفيه، مش اي حاجه وحشه، لا 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 لا، ده انتوا بتطبطبوا عليهم بدليل انهم على كراسيهم حتى الان ومحدش استجوبهم، ما لقيتش محامي عنده دم رفع عليهم قضيه هما الاثنين. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا لا لا، يا خساره. للاسف الحلقه خلصت، اشوف حضراتكم على خير باذن ربنا الحلقه اللي جايه في نفس الميعاد الاسبوع الجاي الخميس باذن ربنا في نفس الميعاد، الاعاده اللي ما شافش الحلقه بعد 4 ساعات من الان، ويوم السبت قبل دلوقتي بساعه ونص، وسلام المسيح معكم.